مين؟ خلينا متفقين ان اللي احنا نبدا نشتغل عليه دلوقتي من هنا لحد ما نخلص التطبيق اللي احنا شغالين عليه، الحاجه دي فيها اكتر من طريقه ان هي تتعمل. طيب احنا نعملها باي طريقه؟ لا باي طريقه عادي ماشي. ممكن احنا نقسم الملفات والفولدرات بالطريقه دي او دي او دي. ممكن ده نمسك كل حاجه منهم نقسمها 15 حاجه من جواها، 20 حاجه من جواها. هنحاول ان احنا نشتغل على حاجه تكون بسيطه، ما ندخلش في تعقيدات كتيره. نحاول الحاجه لو ان هي صعبه شويه نقسمها، مفيش مشكله، لحد ما نوصل للارفل. هتلاقي الارفل الدنيا فيها مستقره قوي ان شاء الله، تمام. وبرده في نفس الوقت الطريقه اللي هنشتغل بيها دلوقتي قريبه شويه من الارفل. قشطه، ان شاء الله يكون قشطه. طيب دلوقتي المفروض كان في عندنا ملف الاندكس، ملف الاندكس كنا عملنا فيه ايه يعني شويه حاجات كده بسيطه، اللي هو يوزر كرييت، مجرد فورم ريجستريشن كده. طيب لو انا عندي موقع اي كوميرس، الموقع دوت المفروض الصفحه الرئيسيه فيه بيجيب لي هيدر، في نافيجيشن بار بيجيب لي البرودكتس مثلا رايحه وجايه، وبعدين يجيب لي الكاتيجوريز، وبعدين يجيب لي البرودكتس، وبعدين يجيب لي مثلا اكتر البرودكتس اللي بتتباع ودي في طلب عليها، الحاجات دي كلها، تمام. طب انا هعرض ازاي الصفحه ديت وانا ما عنديش اصلا برودكتس؟ يعني طب تعالى بقى نظبط الجزئيه بتاعت البرودكتس ونعمل البرودكت من ازاي الادمن. دلوقتي الشغل كله على الادمن داشبورد، بقول لكم يعني دلوقتي ان هو ازاي يتعامل مع البرودكت ويضيفها ويمسحها ويعدلها ويظبط الحاجات اللي فيها وكل الحاجات دي. طيب تعالى نضيف برودكت، هنضيف اسمه تكست عادي، هنضيف البرايس نمبر او تكست سواء انت عايز تعملها كده او كده، هنضيف مش عارف الكذا الكذا الحاجات دي كلها. لحد ما هنيجي على الكاتيجوري هنلاقي انا مش عارف اضيف الكاتيجوري علشان انا ما عنديش كاتيجوريز، تمام. بصيغه ثانيه لما كنا بنعمل ال راح فين؟ ال ماشي، لما كنا بنعمل البرودكت كان بيبقى في فورين كي في البرودكت للكاتيجوري اي دي، فمضطرين ان احنا نعمل الكاتيجوريز الاول. طيب الكاتيجوريز نفسها كان كل اللي فيها النيم بس، ما كانتش معتمده على حاجه ثانيه، ما كانتش ديبندنت اون اي حاجه ثانيه، تمام. كانت منها فيها كده على طول، تمام. تعالى نبص كده، سواء اهو كان يا دوبك فيها الاي دي ده البرايمري كي الاساسي بتاعها، والنيم والديسكربشن مش معتمدين على حاجه ثانيه، تمام. فتعالى نعمل الجزئيه بتاعت الكاتيجوريز. طيب اعملها ازاي؟ اول فكره ممكن تيجي في بالي ان انا اعمل فولدر اسمه كاتيجوريز واحط فيه ثلاث اربع ملفات، كل ملف منهم هو ملف بي اكس بي بس بما ان هو اتش تي ام ال في الصفحات المختلفه للكاتيجوريز، تمام. الفكره الثانيه ان انا اعمله ملف، والملف ده ذات نفسه اقسمه لاجزاء كده اهوت، بس اف الس اف الس اف او حتى سويتش كيس، بحيث ان انا ايه الحاجات كلها تبقى موجوده في ملف واحد. ادي احسن ان انا اخليها في فولدر مختلف، كل يعني الكاتيجوريز مع بعض في فولدر، البرودكتس في فولدر، مش عارف ايه في فولدر. طيب هو الفولدر ده هيبقى فيه ايه؟ المفروض هيبقى فيه اربع ملفات، المفروض ان هم اربع ملفات اللي هم بتوع الكراست كريت فيد ابديت كريت. طيب هيبقوا معمولين ازاي؟ هيكون معمولين ازاي؟ اول صفحه اللي هي او اول ملف اللي هو ملف الاندكس اللي هعرض فيه الكاتيجوريز كلها كلهم، عندي 10 هعرض ال 10، عندي 50 هعرض ال 50. تاني ملف هو ملف الشو، ان انا في عندي كاتيجوري واحده بس عايز ان انا اعرضها. زي كده ان انا ادخل على صفحه البروفايل بتاعت فلان، هو واحد بحد ذاته. الصفحه الثالثه هي الفورم بتاعت الاد، فورم كده تكون فاضيه ان انا هضيف كاتيجوري جديده او هضيف برودكت جديد او يوزر جديد او ايا يكن. الصفحه الرابعه هي الاديت، نفس الفورم بس بدل من ان هي فاضيه ايه؟
بدل ما ان هي تكون فاضيه هيبقى فيها القيم بتاعه الكاتيجوري اللي هي علشان اعدلها وتروح تتعدل، مش ان انا اضيف كاتيجوري جديده. تمام. طيب ادي 4 ملفات والدنيا رايقه، بس لسه كل حاجه منهم محتاجه هندله، محتاجه ان انا دلوقتي في الفورم بتاعت الاد، وعندي الكود اللي هيضيف اللي هو بمثابه انا مثلا يوزر كرييت، عندي صفحه الابديت او الفورم بتاعت الابديت، والهاندلنج بتاعها اللي هو زي يوزر كرييت اهيت، بس باقي للابديت واديله الداتا الجديده واعدل فيه براحتي وهكذا. تمام. طيب بالشكل ده هم وصلوا لستة. فاضل الملف كمان اللي هو صفحه، او فاضل الهاندلنج كمان اللي هو الديليت، اضغط ديليت كده يتمسح. تمام. طيب دولك 7، دول كده 7 هعملهم كلهم في ملف واحد، لان انا لو خليتهم فولدرات هخلي فيه ادي 4 ملفات للصفحات اللي انا سايل عليهم اللي هم بمثابه اتش تي ام ال، وفي ملفات ثانيه هروح اوديها في فولدر ثاني اسمه مثلا فولدر الهاندلرز او الهاندلنج او كذا او كذا. فلا خليها يبقى ملف واحد. تمام. طيب هاجي في الموقع الاساسي كده واقول له نيو بي اتش بي فايل اسميه كاتيجوريز. هو الملف بدأ اهوت عندي ب بي اتش بي. طبعا هقول له ايه ريكواير وانس للانت، موجود في انكلودز سلاش انت دوت بي اتش بي. طيب تعالى نفتكر كده الانت كان فيه ايه، هلاقي ان هو فيه ربط الداتابيز، ربط الداتابيز وربط الكلاسز. طيب الجزئيه اللي انا داخل عليها دلوقتي، هل ينفع اي يوزر عادي يضيف اي كاتيجوري هو عايزها؟ مش منطقي يعدل ويمسح، ما ينفعش. المفروض نهايه الادمن داشبورد، احنا هنشتغل دلوقتي على جزئيه الادمن داشبورد باعتبار وهي كانه الموقع الاساسي، وبعد كده هننقلها في فولدر خاص بيها للادمن، ونعدل بقى الراوتس والحاجات اللي هتكون باظت ساعتها، وبعدين نرجع للموقع الاساسي ونشوف بقى ازاي افرق ما بين الادمن وما بين اليوزر في الكود وفي اليو اي. قشطه. لو انا جيت دلوقتي على صفحه الكاتيجوريز دهيت، الملف ده المفروض ان هو هيعرض حاجات كتيره، المفروض ان هو فيه اكواد لحاجات كتيره، بس انا عايز حاجه بس منهم، مش كلهم، انا عايز حاجه بس منهم، يا اما دي او دي او دي. يبقى انا هقسمه، هقسم الملف نفسه. ممكن اقسمه ازاي؟ ممكن اقسمه كلاس ويكون فيه ميثودز، وكل ميثود منهم بمثابه صفحه بتعمل حاجه، واعمل كولنج للميثود اللي انا عايزها. يعني اجي هنا مثلا كلاس كاتيجوريز في بابليك فانكشن اسمها اندكس بتعمل حاجه ايا يكن ايه اللي فيها، ايه ده، واحدة تانية اسمها شو اللي هي بتعرض البروفايل الواحد أو بتعرض الكاتيجوري الواحدة، وأجي هنا أقول له سي سي بيساوي نيو كاتيجوريز، بص أنا سميتها بالمفرد كاتيجوريز، وبعدين أقول له سي لو أنا عايز إندكس يبقى هعرض الإندكس، لو أنا عايز الشو يبقى هنفذ الشو، وهكذا. تمام. تمام الفكرة اللي هي تمام ولا التوب ده؟ هحط اللي هو مثلا ال HTML بتاع الاندكس، هحط اللي هو ال HTML بتاع الشو، اللي بعدها هحط ال HTML بتاع كذا. ايه؟ تمام؟ طيب ده هي الفكره، بس ممكن احنا هي على فكره اللارافيل شغاله بالطريقه دي، بس احنا عايزين نبسطها شويه. دلوقتي مبدئيا انا ازاي هعرف الصفحه اللي انا فيها؟ يعني انا دلوقتي خلاص دخلت على الكاتيجوريز، يعني انا لو جيت هنا اهوت وقلت له لوكال هوست سلاش اي اي سي سلاش كاتيجوريز دوت بي اتش بي، انا دخلت هنا المفروض ان انا في اليو ار ال اقول له على ان انا عايز صفحه الاندكس، انا عايز صفحه الشو، انا عايز صفحه كذا. تمام. طيب اعمل لها اي دي قريب قوي من الفكره دي بالظبط. هو الاي دي ده هو كان بيبقى ايه بالظبط؟ يعني انا في عندي جيت اي دي. طيب الاي دي ده هو المفروض ان هو هيعرض الاي دي بتاع الكاتيجوري ذات نفسها، صح؟
طيب نوع الصفحه نفسها، ايه الصفحه اللي انا عايزها؟ هل هي صفحه الاندكس ولا صفحه الشو ولا صفحه الايديت ولا صفحه كذا ولا كذا؟ ماشي. فهنا انا ممكن اعمل جيت تانيه اسمها تايب. تايب ده هيبقى نوعها اما هيبقى قيمتها اما اندكس يا اما ايديت يا اما شو يا اما كرييت. مؤقتا خليها ايه الاربعه دول. في مشكله في ده؟ فبالتالي انا هاجي هنا اهوت، هاجي عند كاتيجوريز واكتب له علامه استفهام وبعدين تايب بيساوي اول حاجه مثلا اندكس. المفروض ان مفيش حاجه اتغيرت، بس انا لو جيت هنا اهوت وقلت له تايب بيساوي جيت تايب وايكو التايب ده اهوت هيطبع لي كلمه اندكس، ولو جيت غيرتها هنا اهوت خليتها كرييت. هيطبع لي كرييت كده اهوت، تمام؟ فعلى حسب الحاجه اللي انا بكتبها في اليو ار ال هتتعرض عندي هنا اهوت عن طريق الجيت ده هي. تمام؟ طيب تخيل انا دلوقتي عندي سبع صفحات، هم هيبقوا سبعه كمان شويه ان شاء الله. انا عندي سبع صفحات، عايز اقول لك شوف التايب ده هي اي واحده فيهم؟ لو كده اعمل كده، لو كده اعمل كده، لو كده اعمل كده، اعملها ازاي؟ اف اف اس اف او سويتش هتكون احسن. ماشي؟ فاجي هقول له سويتش. لا. ادي سويتش تايب. في حالة إن هي كانت إندكس هتعمل إيه؟ إيكو مثلا this is index page وبريك. في حالة إن هي كانت قلنا إيه كرييت مثلا، على إيه نعمل كده؟ تعال نعمل ريفرش، هنشيل الايكو ده هيت واصبح عندي دلوقتي this is create page. لو انا رجعت للاندكس this is index page، يبقى انا كده ببقى ثابت ان انا بغير المحتوى بتاع الصفحه كله بمجرد ان انا بغير الجيت ده هيت لوحدها بس، تمام؟ وبغير التايب اللي موجوده في اليو ار ال ده هيت لوحدها، تمام؟ وطبعا هاجي في الاخر عشان لو ان حد كتب اي حاجه كده وخلاص فولو ديفولت نقطتين فوق بعض ايكو ايرور مثلا 404 ونبقى نهندلها كمان شويه. يبقى ادي دلوقتي انا في الاندكس لو جيت انا وكتبت اي حاجه قال لي ايه ايرور 404، المفروض ان هو يوديني صفحه ثانيه بقى والكلام اللذيذ ده كله، تمام؟ طيب لو انا بصيت هنا في المنطقه دي في السطر ده المفروض ان انا اعمل ايه؟ هكتب هحط المحتوى بتاع الاندكس كله بدايه من النافيجيشن بار، او النافيجيشن بار المفروض هو اصلا موجود في الاديت هنبص عليه كمان شويه لحد الفوتر تحت بكل البي اتش بي. مش عارف تخيل ان انت عندك ملف تاني خالص، ملف بي اتش بي اسمه مثلا كاتيجوريز دوت اندكس، عندك ملف بي اتش بي اسمه كاتيجوريز دوت اندكس. الملف ده هتعمل فيه ايه؟ هتبدا بالانت وتحط النافيجيشن بار وهتحط لي عدد البي اتش بي انت عايز تكتبه هنا اهوت، في مثلا الدور السلكت قديمه من الداتا بيس مش عارف ايه حطها تمام معانا. عندك اتش تي ام ال هتحطها مثلا في تيبل، هات التيبل معانا خلصت التيبل هتقفل الاتش تي ام ال كل الحاجات اللي هي مكان السطر ده. عندك الاثنين اوبشنز دولت. انا ممكن اعمل كده واخليها ريكوير وانس، اخليها ريكوير وانس فعلا هيكون ماشي. قشطه يلا بينا. تعالى نيجي هنا ونعمل نيو فولدر اسمه كاتيجوريز. كاتيجوريز وتعالى وادي ملف الله يكرمك. وهنا اهو هقوم قايل له require once ل categories slash index، تمام؟ طيب بالشكل ده
الصفحة دي كلها على بعضها هتقلب لها بتاع 30 40 سطر بس. طبعا كل واحدة من دول جواها قصة كده كبيرة، ممكن تقلب ل 1000 سطر عادي، مش هتوصل للدرجة دي بس يعني على سبيل المبالغة، ممكن تبقى 1000 سطر عادي، وهي نقط الصفحة دهيت صغيرة ومخدعة كده. قشطة. تعالى دلوقتي ندخل على ملف الكاتيجوريز اندكس دهوت ونشوف. مبدئيا انا عملت ريكواير من الاديت، خلاص انا مش محتاج اعمله ريكواير تاني. تعالى نتاكد ان الدنيا تمام، وتعالى نعمل سي بيساوي نيو كاتيجوري كاتيجوري ونقول له فار دامب لايه؟ للسي ده. طبعا احنا لسه ما عملناش كلاس الكاتيجوريز دهوت، كلاس الكاتيجوري قصدي، فقال لي انكود دهوت، فهاجي في الكاتيجوري ادي عندي كلاس كاتيجوري اشتغل كده تمام. الدنيا كده تمام ولا ايه؟ طيب لو انا جيت هنا في صفحة الاندكس، اول حاجة انا عايز اعملها اجيب كل الكاتيجوريز اللي عندي عشان اعرضهم تمام. طيب هجيبهم ازاي؟ لو انا عندي مجموعه من الكاتيجوريز موجودين في الداتابيز وعاوز اجيبهم، اجيبهم ازاي؟ اجيبهم ازاي؟ ايه؟ في الداتابيز، موجودين في الداتابيز. اهو هعمل سيلكت، هعمل سيلكت ليه؟ يبقى هعمل نفس الفانكشن دهيت. هجيبها بالماي سيكول تمام، ما هم موجودين في الداتابيز يبقى انت هتجيبهم بالداتابيز تمام. تعالى ناخد الكود دهوت ونحطه هنا، بابليك ستاتيك فانكشن اول جلوبال كون بريبير استريك بريبير سيلكت استريك فروم، هتخليها كاتيجوريز كاتيجوريز تمام، ستيتمنت اكسكيوت، وبعدين اللي هو هتقول له الكاتيجوريز بيساوي الفيتش قول ليها، وتعالى ايه نعملها ريتيرن. طيب بقول لكم ايه، احنا ممكن بس نوفر حاجه صغيره. هو انا بعد ما جبتهم في السطر ده دوت كاتيجوريز ده، بعد ما جبتها عدلت فيها حاجه قبل ما اعملها ريتيرن؟ طب ما اعمل ريتيرن للستيتمنت فيتش قول نفسها على طول. تقول لي ريتيرن ستيتمنت فيتش اول، بدل ما احطها في فاريبل والفاريبل ده هو تعمل له ريتيرن من هنا وعلينا تمام. فبقت قيمه الفانكشن اول دهيت هي الفيتش اول للكويري دهيت تمام. فهاجي هنا اهوت، طبعا مش هعمل نيو كاتيجوري بالشكل ده، بس انا ممكن اقول له كاتيجوريز كاتيجوريز بيساوي كاتيجوري اول كده، ما ظهرش اي ايرور والدنيا تمام. ممكن اجي اقول له فار دامب الكاتيجوريز، هيجيب لي الري فاضيه. ليه الري فاضيه؟ لان الداتا بيز لسه فاضيه ما فيهاش حاجه تمام. طيب تعالوا مؤقتا ندخل الداتا بيز نضيف كده كاتيجوري ولا اتنين، نشوف هل هي الدنيا شغاله ولا فيها مشكله ولا ايه الكلام. تعالى هنا النيم مثلا الكترونيكس، وين لو كتبت له فلور بيبس فاشن مثلا. محدش سألني اللي انا كتبته. طيب دلوقتي انا ضفت اتنين كاتيجوريز اهمت موجودين في الداتابيز، لو رحت على الموقع بجملة السيلكت اللي انا كتبتها اهمت موجودين تمام. لو انا عايز انا حتى ايه، لا بقى اتنين اريز اهمت، الاري الاولى فيها ست عناصر اي دي اي دي نيم نيم description description، الثانية ID ID name name description description
تمام كده؟ وكده لما تخش بنفس الطريقه دي تخش وتنهي. يعني ايه ده بيخش يعني بسرعة؟ انا انت دلوقتي تخش مرتين. لا لا لا، هي موجودة مرة واحدة بس انت قرأتها مرتين. زي انت عندك مثلا variable name اسمه كريبتو احمد، تمام؟ رحت انت عامل n بيساوي name و x بيساوي name، انت عملت اتنين variables بس هو variable واحد بس. هو مخزن، في الذاكره ثلاث اماكن، بس هو فعليا كل واحده بس موجوده مره واحده بس. لو انت غيرت variable النيم ده من احمد لمحمد الاثنين دول هيبقوا بس. طيب دلوقتي انا معايا الكاتيجوريز بالشكل ده اهوت، وعايز اعرضهم. ممكن اعرضهم في جدول المالتي بيور جدول ده اصلا يعني، تمام؟ طيب دلوقتي الصفحه واضح ان هي لسه بيضة خالص ما فيهاش أي حاجة. تعالى ندخل نرجع للإنت وهنلاقي إن هو ما فيهوش حتى حاجة ليها علاقة بالهيدر. تعالى ندخل الهيدر، بص مبدئيا إيه الإنت ده، قول له require once للهيدر، وتعالى الهيدر دوت هتحط فيه الـ HTML بتاعتك. HTML آدي هيد وآدي البادي. إيه؟ ماشي، تعالى هنا اهوت ادي اللينك. طبعا لسه ما عنديش اي ملفات ليها علاقه بالستايل، فتعالى نيجي هنا واقول له في الاي سي دوت في نيو دايركتوري اسمه اسيتس. ممكن عملت ثلاث فولدر. سوري، لا عملت تاتش، المفروض ميك داير. عملت ثلاث فولدرات اهوت، ايمجز وسكريبت وستايل. تعالى نيجي في الستايل دوت ونعمل ملف سي اس اس اسمه ستايل دوت سي اس اس. لسه هنروح نجيب البوت ستراب والحبشتكنات دهيت. طيب هاجي هنا اهوت، لو جيت قلت له assets slash style slash style dot css، وتعال ندخل على الاسيتس على الستايل ستايل دوت سي اس اس، وخلي كل حاجه يكون الكالر بتاعها ريد، وتعال نرجع للهيدر تاني هنمسح البادي وال HTML دولت، وتعال نيجي هنا اشتغل. اشتغل ولا ايه؟ تمام كده؟ طيب لو انا جيت هنا اهوت ورحت قايل له لو انا رجعت خطوه لورا انت هتقول لي ايه؟ انا هنا اهوت في الملف بتاع الهيدر، ملف الهيدر موجود هنا اهوت في الانكلودز، فهطلع خطوه لورا علشان ابقى في الاي سي او في البروجكت الاساسي وبعدين ادخل بقى الاسيتس والستايل. لا، انت هنا في ملف الاندكس، انت هنا او في ملف سواء الاندكس او الكاتيجوريز الاثنين نفس الحاجه، الاثنين موجودين في نفس المكان. فقول لي انت هنا هو واقف ازاي؟ تمام؟ فلا ما بكتبش النقطتين دول، تمام؟ طيب تعالى هنا اهوت برضو عند الهيدر واحط له بقى النافيجيشن بار لا تعالى نجيب البوت ستراب الاول ستراب. هو اكيد موجود عندي بس انا عايز اعمل داونلود دي تاني. داونلود اهيت 5/3. اوكي ادي داونلود. عشان واحدة واحدة، عشان لو حد نسي يشوف الفيديو كده يعني، تمام. تعالى هنا اقول له اكستراكت هير. تعالى ندخل انا ايه الملفات اللي انا عايزها. في ملف السي اس اس في عندي البوت ستراب دوت من دوت سي اس اس دهوت والماب بتاعه. تعالى في الاسيتس في الستايل حطه هنا اهوت، وملف السكريبت برضه نفس الكلام.
ادي اخر ملفين خالص اهوت، اسيتس سكريبت ادى كده هنا وخلاص على كده. طبعا ده انا مش محتاجه، ده انا مش محتاجه، همسحهم. طيب تعالى هنا كده، عايز اعرف اشتغل ولا لا. ما استدعيتهوش اصلا. طيب هاجي هنا bootstrap dot bin. في تغيير صغير كده حصل صح؟ اه، لان البوتستراب ايه عمل اوفر رايد للكلام دهوت وهو موجود. اها ومفيش اي ايرور 404 هنا ولا حاجه، الدنيا شغاله صح. تمام، الايرور دهوت بسبب ان احنا قفلنا، ما قفلناش الحاجه صح. تمام، تعالى بقى ايه، هنيجي في الفوتر. الفوتر المفروض ان انا فتحت البادي بس ما قفلتوش صح؟ اه، فهقفل سلاش بادي ونفس الكلام على ال HTML. طبعا هو جايب لك ايرور هنا اهوت، او هو زعلان هنا لان هو مش شايف فتحه البادي. لا بس احنا عارفين ان احنا قفلنا صح. تمام، وطبعا في عندي برضو سكريبت اقول سورس انكلود اسيتس سلاش، لا من غير اسيتس، وبعدين لا سكريبت، وبعدين bootstrap دوت من دوت جي اس. عندي كده اعمل كده ونعمل كده، ما جابليش اي ايرور 404 والدنيا تمام. ممكن اتاكد بطريقه ثانيه، كنترول يو ماشي. طيب الفوتر ممكن انا استدعيه فين؟ فين صف، فين الملف اللي انا فيه؟ هاتي كاتيجوريز اندكس. ممكن اجي اهوت اقول ريكواير وانس لايه؟ للفوتر. ارجع بقى خطوه وقول لي انكلودز وقول لي فوتر. تمام، حلو. هنا اهوت ليه طلع لي الايرور دهوت؟ ريكواير وانس هو ورننج وبعدين فات الايرور اساسا بعدها. تمام، رجعنا خطوه لورا وبعدين انكلودز وبعدين فوتر، ده مش لاقيها. ليه مش لاقيها؟ بص كده هو بيدور على ايه؟ بالظبط بقى اللوكيشن كده. انا هو بعمل ريكويرمنتس ده هي في السي زامب 4 اتش تي دوكس اي سي كاتيجوريز اندكس دوت بي اتش بي. الدنيا تعبت مننا. تمام، مش هو ده اللي احنا عاوزينه خالص. تمام، فانا لو جيت رحت عامل كده اشتغل. طيب تاني اشتغل دي عشان نفس السبب اللي حصل مع اللينك من شويه. اللينك لما طلعت بره، لا ما تطلعش بره، هو انت فين؟ انا في ملف الكاتيجوريز. هنا هو تتعامل انت فين؟ انا في ملف الكاتيجوريز. طيب انا كده اتلخبط، دي اول نقطه. تاني نقطه ان سواء الاندكس او الشو او الايدت او كذا او كذا، مش كلهم هعمل فيهم ريكواير للفوتر كلهم صح؟ طب ما تيجي ناخد السطر دهوت ونروح في ملف الكاتيجوريز ده. لو انا مثلا حطيتها هنا هو قشطه يشتغل صح؟ ومن باب اولى كان ممكن اجي هنا في تحت خالص واقول ريكواير وانس للفوتر، فهو هينفذ شويه السطور اللي فوق اللي هو بيظبط التايب وكده، وبعدين سويتش احنا اندكس في الريكواير ده هي، وبعدين يعمل بريك ويطلع بره يريكواير الفوتر. ده اللي احنا عاوزينه. تمام كده الدنيا شغاله. تمام، ولو جيت دوت فتحتها الملف شغال اهوت، وكده الدنيا جميله ان شاء الله. طيب تعالى بقى ايه، تعالى نجيب النف بار بقى. يلا نبيل. طيب تعالى نجيب اول نافيجيشن بار كده، ادي ده كابي. طيب جوه البادي ادي نافيجيشن بار،
انا بس عشان ايه بحب ان انا اخليه بي جي دارك وناف بار ناف بار داش دارك موجود اهوت فوق تمام. طبعا ايه لسه ان احنا هنعدل الكلام ده اهوت ونخلي كلمه هوم ولينك كل الحاجات دي تعبر عن الكاتيجوريز نفسها زي ما عملنا قبل كده والحاجات دي كلها، بس ماشي يعني كيب سامبل دلوقتي. طيب هعمل كونتينر والكونتينر دوت هيبقى في كل الصفحات، لما تفتح الكونتينر هنا وتقفله في الفوتر، بدل ما تقعد تفتح وتقفل الكونتينر في كل ملف عندك. يبقى ادي دوت كونتينر ونقفله تحت خالص في الفوتر. كده في تأثير حصل ان الحاجة كده جاية بعيد شوية عن الحيطة. ماشي. وممكن اديله بس ايه مارجن توب 5 كده ولا حاجه، فين الهيدر اهو الكونتينر ده مارجن توب داش 5. يبقى انا كده عارف ان الصفحه بتاعتي هتبدا من هنا تمام كده. طيب ممكن بقى سيبك بقى راحت فين ادي الكاتيجوريز، تعال ندخل على صفحه الاندكس دي. طبعا خلاص انا مش عايز دقايق في حاجه، وهبدا هنا اكتب اكواد اتش تي ام ال. طب عشان اكتب اتش تي ام ال اقفل البي اتش بي. لو انا جيت دلوقتي عملت لك اتش 2 وكتبت فيه كلمه كاتيجوريز، انا عارف يا لون، فاكرين لونها احمر ليه؟ عشان السي اس اس. تعالى ايه نشيل الستايل ده اهوت. حلو، بعمل ريفرش ما بتتمسحش ليه؟ في الكاش كنترول اف 5 تمام، الفرق ما بين اف 5 وكنترول اف 5 تمام. اجي خلاص مش عايز الستايل دهوت، مش عايز الفوتر، مش عايز الكلاسز ولا الداتابيز ولا كلاس اليوزر ولا كلاس الهيدر ولا الانيت. الاندكس ده بقى ممكن ابدلها كلاس تكست سنتر. ادي الكاتيجوريز اللي عندي، واجي بعدها اقوم حاطط له اعمل له تيبل. طيب احنا كنا بنقول ان الكاتيجوري المفروض فيها اي دي ونيم وديسكريبشن، هما الثلاثه دول بس صح؟ فيبقى ادي التيبل عندي التي هيد بتاعه في تي ار. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دوت فيه تي دي الاول اللي هو الاي دي، وبعدين النيم والديسكريبشن مكتوبين عندي. لا تمام، انا اخلي ايه اديله كلاس تيبل كده، كلاس تيبل البوت ستراب على طول. ماشي، ما عشان مفيش روز بعد كده اصلا لسه فاضي. طيب خلصنا التي هات، تعال نعمل التي بادي. طيب التي بادي ده هو المفروض ان هو هيبقى فيه كذا تي رو، هل احنا عارفين هما كام بالظبط؟ طبعا عدد الكاتيجوريز اللي عندي بالظبط كده. طيب الكاتيجوريز اللي عندي موجودين في اري هنا، عايز اعمل لوب على الاري. لا عايز اعمل لوب على الاري فور ايتش تمام. لا ده ثانيه بقى، ده انا هنا هاجي اكتب كود بي اتش بي، فهفتح بي اتش بي واقفلها، ما تنساش تقفلها. انت قلت هفتح فايل بي اتش بي ماشي تمام. ادي فور ايتش كاتيجوريز، لان انا في عندي الفاريبل دوت موجود فوق اهو، ما جبتوش من عندي. ادي كاتيجوريز از كاتيجوري واحده ماشي، وتعالى نعمل نقطتين فوق بعض عشان اجي تحت اهوت اقول له اند فور ايتش. طيب لو انا جيت هنا اهوت المفروض هنا هكتب اتش تي ام ال. طيب انا عايز اشوف الحاجه عامله ازاي بالظبط، هكتب كلمه تيست كده بس، فاكتب لي كلمه تيست مرتين. كتبها قبل الجدول علشان انا مش حاططها ولا تي ار ولا تي دي ولا اي حاجه تمام، فبكتبها قبل الجدول لان ده اتش تي ام ال غلط ان انا اعمل كده.
تمام، بس انا عارف ان احنا عارفين ان احنا عندنا اثنين كاتيجوريز، فكتب لي الكلمه ديت مرتين. تمام. طيب هنا اهوت انا هكتب HTML، هعمل TR جواه TD وTD وTD، اكيد ثلاثه. اول واحده احط فيها الاي دي، ثاني واحده احط فيها النيم، ثالث واحده احط فيها الديسكربشن. ماشي، يبقى تعالى هنا اهوت هقول له ايكو الكاتيجوري اللي معايا دهيت كاتيجوري واحده، والاندكس اللي عندي اي دي، وبعدين النيم، وبعدين اخر حاجه الديسكريبشن. كده عرضهم لي والدنيا تمام. طيب انا ممكن اغير الستايل بتاعهم براحتي، يعني بدل ما ان هم تيبل اخليهم بكارز كده، كل واحد منهم واخد مثلا كولوم ام دي اربعه عشان يبقوا ثلاثه جنب بعض، او ثلاثه عشان يبقوا اربعه جنب بعض. يلا بينا، ما هي ديت المفروض الخطوة اللي جاية. بالظبط. طيب هاجي هنا اهوت قبل التيبل، بص هاجي ماشي، هاجي هنا هعمل href هياخد class btn btn dash success، لسه ما اعرفش هو هيروح فين، سيبها دلوقتي. المفروض ان هو في add new category، يبقى المفروض الزرار ده اهوت هيوديني على الفورم اللي منها هضيف كاتيجوري جديده. قشطه تمام ده ولا ايه؟ طيب دلوقتي الصفحه اللي هتوديني على الكلام ده هو المفروض ان هي هتكون كاتيجوريز دوت بي اتش بي، وبعدين علامه استفهام، وبعدين تايب بيساوي كرييت. تعال نكتب الكلام ده هنا، الاتش ريف اللي عندي كاتيجوريز categories dot php علامة استفهام التايب بيساوي create. المفروض ان هو دلوقتي يعرض لي ايه؟ this is create page. عرضها الدنيا تمام. هنحط هنا بقى الفورم، بس بدل ما ان احنا هنعملها كده لا، هنقول له require once categories slash create.php. طبعا لسه ما عنديش الملف ده اهوت، اقول له يا عم كريت لي على طول كده. ده طيب ايه الحاجه اللي انا عايز اعرضها هنا؟ هل في كود بي اتش بي انا لسه هكتبه؟ ايه؟ الايه؟ هزود الفورم، الفورم ده اتش تي ام ال على طول، ما فيهاش بي اتش بي. تمام؟ فممكن بس ايه ماشي شيل ديت كده، ممكن على طول ابدا ب H2 add new category، واجي ان هو ادي لها class text center، وبعدين اعمل الفورم. لسه ما اعرفش هتروح فين، ولا اعرف الميثود بتاعتها ايه، هي الميثود هتبقى بوست. واعمل input، او لا تعالى ايه من البوتستراب نجيب الفورم بتتعمل ازاي بالظبط. ادي بوتستراب 5 فورم. تعالى ناخد ده كده، ادي فورم الاكشن بتاعتها لسه ما اعرفش فين، الميثود بوست. ماشي ادي ديف في ليبل اللي هو ايميل ادرس، لا هقول له نيم، يبقى فور نيم، والانبوت تايب تكست، وكلاس فورم كنترول، والاي دي هقول له اي دي نيم، مش ده هوت ولا ده. تمام نفس الكلام هعمله هنا هوت، بس لا ده هوت مش هيبقى انبوت، هيبقى تكست اريا بس. ماشي ادي ديسكريبشن، اكتب هنا اوت كلمه ديسكريبشن. التايب لا هو بعدها هي التكست اريا. تكست اريا
النيم ديسكريبشن طبعا الكلاس برضو فورم كنترول. اهيت ماشي، وهشيل برضو الاخير ده خلاص انا مش عايزه كده، انا عملت الفورم خلاص تمام. طيب الفورم ده هيت لما انا اجي اضيف مثلا كاتيجوري جديده اسمها مثلا ايه، اي كاتيجوري حاجه جديده مثلا فرنتشر، فرنتشر ادي اي حاجة. تمام. طيب دلوقتي لما المفروض ان انا اعمل لها سبميت متوقعين ايه اللي يحصل بغض النظر عن الكود خالص؟ هيضيف الكاتيجوري الجديده ده هي. تمام. طيب انا المفروض هروح على صفحه معينه برضه هتكون كاتيجوريز بي اتش بي والتايب بيساوي حاجه، مش هينفع ان التايب بيساوي كرييت، مش هتبقى نفس الكرييت، هتبقى حاجه ثانيه، هتبقى ستور. اكتب اي حاجه انت عايزها، اي حاجه صح، اكتب شرفتك صح، بس البوينت ان احنا كده اهوت بنكتب بنفس الطريقه بتاعت الارفل ماشي، فخليها ستور وبقى دلوقتي الارفل هنجي لها بشكل مفصل ان شاء الله. تمام. فيبقى زي ما جينا هنا وعمل، لا مش دي، عملنا هنا اهوت الاتش ريف بالشكل ده كله اللي هو الكاتيجوريز والبي اتش بي علامه استفهام طيب بيساوي كده، نفس ده هعمله هناك تاني في الاكشن، ادي كنترول سي، ادي صفحه الكرييت، ادي الاكشن، بس بدل ان هو كرييت هقول له ستور. تمام. طبعا لو ان انا وديته على ستور دلوقتي هيقول لي ايرور 404 بالظبط. تعالى نعمل سبميت. لا 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 مش فاكر، مش هينفذ، ما كناش عملنا ريفرش، فصفحه ال HTML واخد نفس الاكشن القديم اللي هو فاضي. تمام. تعال نكتب اي حاجه، نعمل سبميت، وداني على ايه؟ ايرور 404. طيب ستايل معين، ماكس لينس تيجي في ال هنا اهوت في التكست اريا تقول له ماكس لينس بيساوي مثلا 20، اقصاها 20 حرف، ده اللي انت قصدك عليه؟ تعالى نيجي هنا ونزود كيس اسمها ستور ريكواير وانس، لا هنا اهوت مش لازم ريكواير وانس، هنا اهوت الموضوع كله على بعضه هيبقى ثلاث اربع سطور، مش مستاهل ان انا اعمل ملف تاني. تمام. خاصة ان الاكواد اللي هنا كلها بي اتش بي ما فيهاش اتش تي ام ال. تمام. فان هو اول حاجه انا لازم انا اتاكد ان انا شغال بالبوست. افرض ان حد ايه كتب كده في اليو ار ال كاتيجوريز دوت بي اتش بي علامه استفهام تايب بيساوي ستور، اعمل انا ايه؟ اعمل لك ايه؟ اعمل لك ستور لايه؟ مفيش حاجه اعرف اعملها ستور صح؟ فتعالى نتاكد ان الريكوست ان هو بوست ازاي؟ ازاي؟ ايوه سيرفر، ايه اللي هكتبه هنا؟ ريكويست ميثود، لو ان هو بيساوي بوست يبقى كده الدنيا تمام، انس انس هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ لو ان الدنيا لو ان هو بوست فالدنيا تمام وهبدا ان انا اشتغل. طب انس ايرور 404 او أو ده ممكن أعمل له ريدايركت لصفحة معينة. تمام. أوديها لصفحة الكاتيجوريز نفسها. إيه رأيك؟ تمام. طبعًا لو جيت قلت له ريدايركت هيقول لي يعني إيه؟ صح؟ هل أنا عندي فانكشنز ريدايركت؟ هل أنا عندي أصلًا فانكشنز؟ فأجي في الانكلودز وأعمل نيو بي اتش بي فايل اسمه فانكشنز. وهعمل فيه فن ايه؟ اعمل فانكشن ريدايركت واقول له هيدر اللوكيشن
مسافة، وإن هو تكتب له الباث اللي أنا عايز أروح له. وبعدين أقول له exit وأجي في الإديت، يعني سواء قبل الهيدر أو بعده مش هتفرق معانا دلوقتي، بس هتفرق في حاجات تانية. فلا أقول له require once لإيه؟ للفانكشنز. لو جيت هنا اهوت عند الكاتيجوريز هو بقى شايفها، بس دلوقتي مش عارف اروح فين، فاقول له روح على كاتيجوريز دوت بي اتش بي. تمام، لو انا جيت هنا اهوت قلت له ستور عادي لو كتبتها كده، وداني على الكاتيجوريز دوت بي اتش بي وطلع لي ايرور، قال لي undefined array key type في السطر الثالث. تاني اهوت، هل في عندي دلوقتي جيت؟ مش موجوده صح؟ ايه؟ لا 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 لا، هو جيت، لا ده حاجة في البداية خالص عشان أتأكد إيه الصفحة اللي أنا عايز أبدأ بيها. فهنا أهوت هي مكتوبة في اليو ار ال، فهتبقى مكتوبة جيت. فبيقول لي لا ده مفيش أصلا، لأن اليو ار ال دوت مش مكتوب فيه حاجة. تمام، فممكن أنا أقول له إيه؟ أقول له اف الست الكلام ده، لو إن هو موجود يبقى تايب بيساوي جيت، else يبقى تايب بيساوي الحاجة الديفولت على طول اندكس مثلا، وكده ايه هتشتغل. طيب الكام سطر دولت انا ممكن انا اوفرهم شوية. فاكرين لما كنا بنقول ان انا بحط هنا في الكونديشن حاجة بوليان بتبقى يا ترو يا فولس؟ طب لو حطيت له رقم، لو قلت له اف 3، 3 اكبر من كذا اصغر من كذا، لا اف 3 ده ترو ولا فولس؟ لا ترو. كل الارقام موجب وسالب ترو، الصفر فولس. تمام، طب لو حطيت له سترنج، يعني لو جيت هنا كده ورحت كاتب سترنج بالشكل ده، ده ترو ولا فولس؟ لا ده ترو، انما ده اللي فاضي خالص ده فولس. ماشي، هدف السنس كده، الترو قيمه مليانه، الفولس قيمه فاضيه. ده هي دي كده قيمة مليانة ولا فاضية؟ فاضية. إنما كده قيمة مليانة ولا فاضية؟ مليان. طيب من نفس الفكرة، لو أنا جيت قلت له جيت تايب، أنا لسه ما أعرفش نهاية قيمة مليانة ولا فاضية. لو أنا في عندي تايب يبقى ديت قيمة مليانة، يبقى ترو، يبقى آخد القيمة بتاعتها وأحطها في التايب. لو إن هي قيمة فاضية، لو إن هي فاضية فاضية يبقى فولس، يبقى تايب بيساوي اندكس. تمام، طيب السطر الكام سطر دولت انا ممكن اوفرهم اكتر. اجي اقول له التايب بيساوي، بص هو انا بصراحه بيني وبينك يعني مش متاكد التايب ده هيساوي ايه ولا على اساس ايه. فبص لو انت عندك الجيت تايب دهوت، لو ان هي موجوده، لو ان هي موجوده فهتحط القيمه بتاعتها كده. طب else خليها index. تمام، بص هنا هوت انا بقول له تايب بيساوي، هو هيساوي يا اما ايه، سيبك من ده كده، يا اما ده يا اما ده، يا اما اللي قبل النقطتين في بعض يا اما اللي بعده. تمام، على اساس ايه؟ لو كان ده ترو هيبقى ده، لو كان ده فولس هيبقى ده. تمام، علشان في طريقة أوفر. ده أنا أعمل حلو كده، لو أنا شلتها خالص وخليت علامة استفهام نقطتين في بعض هيفهم إن لو هي ترو نفذها، لو هي فولس نفذ ده. تعال نجرب ونشيل اللي فوق ده. لو أنا جيت عملت ريفرش دلوقتي السطر التاسع، ماشي، يبقى خلي ده تبقى اس ست، واجي انا اهوت اقول له جيت ليه للتايم. نفس الكود اللي فوق دهوت اتوفر دلوقتي في السطر التاسع دهوت، بقى سطر واحد بس. ده معاك
ده معاك، اعمل اللي انت عايزه. تمام، مفهوم الدهوت ولا ايه؟ الشورت هاند بتاعت الاف بتستعمل ازاي؟ ان انا اقول له الحاجه الفلانيه بتساوي، واتي الكونديشن علامه استفهام. لو كان الكونديشن ترو يبقى الحاجه دي اللي هي التايم هنا بيساوي القيمه اللي هنا. طب لو كانت فولس هتساوي هنا اللي بعد الاندكس، اللي بعد قصدي النقطتين فوق بعض. تمام، حسيت انك اتلخبطت اكتب نفس الخمس سطور دول وصباح الفل. في مشكله؟ طيب لو ان هو بوست بقى، اول حاجه يعني يلا بينا نعمل ايه، كرييت لكاتيجوري جديده صح؟ يعني اجي اقول له ايه كاتيجوري نقطتين في بعض نقطتين في بعض كرييت. طبعا هو ايه لسه ما عنديش الفانكشن اللي هي لو رحت عملت فانكشن الكرييت اهيت لازم هي تكون بابليك ستاتيك فانكشن. تمام، فتعالى نروح عند الكاتيجوري واجي اقول له بابليك ستاتيك فانكشن اسمها كرييت. طيب دلوقتي انا لو عملت بنفس الطريقه دهيت وجيت قلت له انسرت وجبت القيم من البوست بس عادي. تمام، طب في طريقه ثانيه احنا ممكن نعملها قريبه منها جدا بس خلينا نشتغل بيها دايت. ان انا اجي هنا وابصيله الداتا، ابصيله اري اسمها داتا، ابصيله اري اسمها داتا. الداتا ديت المفروض ان فيها النيم والمفروض ان هي فيها الديسكربشن. تمام، طب ما انا لازم اجي هنا اهوت برضو ده، اجي هنا وابصيله الداتا دهيت. طب الداتا دهيت موجوده فين؟ ما عنديش حاجه اسمها داتا دلوقتي، فاجي اقول له ان داتا اندكس نيم بيساوي حاجه لسه ما اعرفش ايه هي، ونفس الكلام داتا ديسكريبشن بيساوي حاجه. طيب هي دول جايين لي منين؟ موجودين فين عندي؟ لا لا مش في الكاتيجوري، انا دول جايين لي من الفورم، هاخدهم من الفورم ازاي؟ في البوست. تمام، فاجي هنا اقول له بوست نيم، واجي هنا اهوت اقول له بوست ديسكريبشن، وهاجي هنا ابص له الداتا دهيت. لو انا جيت دخلت في الكرييت دهيت عشان بس ان انا اجرب يعني، ورحت قايل له فار دامب لداتا، هل الدنيا هتشتغل؟ تعالى اد نيو كاتيجوري بلا 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 بلا. انا بقول لك ايه في الفورم، يلا مش موجوده النيم في سطر 22، النيم نل. حلو، تعالوا نبص كده السطر 22 البوست نيم دهوت مش موجوده، فتعالى نشوف الفورم نفسها عامله ازاي. لاي فور ان هوت اي دي نيم بس مش واخد النيم، فلازم اقول له نيم بيساوي نيم. تعالى ايه نرجع هنا دخلنا في الكرييت نعمل فيل للفورم. اللي انا بعمله ان في اكستنشن عندي في جوجل كروم بيعمل فيل للفورم باي دامي داتا، حتى لو بصيتوا على الكلمه اللي مكتوبه هي مش كلمه مش حاجة فعلا بالنسبة لنا، بس يعني طالما إن أنا بملأ الداتا وخلاص قشطة إن أنا أعمل كده عادي. تمام، أجي أنا أهوت الأري موجودة عندي بالداتا اللي أنا كنت كاتبها من شوية والدنيا قشطة صح كده؟ هو ليه عامل ايرور 404؟ عشان ما عملتش بريك. تمام كده،
هاجي بقى في الكرييت دهيت واقوم قايل له زي ما عملت فوق، اقول له جلوبال كون، واعمل ستيتمنت وبريبير واكسكيوت زي اللي فوق بالظبط. تمام. فاجي اقول له ادي الستيتمنت اللي عندي بتساوي حضر لي الكويري دي اللي هي ايه، اللي هي جملة الانسيرت اللي انا عايز اعملها. انسيرت انتو هو التيبل اسمه ايه؟ كاتيجوريز. ايه الكولومز اللي انا هضيف فيها؟ النيم والديسكريبشن. ايه الفاليوز اللي عندي؟ فاليوز، بص، علامة استفهام وعلامة استفهام، دول البليس هولدرز علشان احكي نفسي من السيكوال انسبشن. بعدين اجي اقول له اس تي ام تي اكسكيوت، وابصي له اري بتعبر عن الاثنين دول. اول حاجه عندي، اول عنصر عندي هو النيم، داتا نيم. تاني عنصر عندي هو الداتا ديسكريبشن. حاسس ان انت بدات تتوه شويه، اعمل فاريبل هنا هو اسمه نيم بيساوي الداتا اللي جايه لي ده هي نيم، واعمل فاريبل تاني اسمه ديسكريبشن بيساوي الداتا اللي جايه لي ديت هي داتا برضو ايه ديسكريبشن، وتعالى اعملها كده. يبقى اكسكيوت ديت انا بصيت لها array من عنصرين، العنصرين دول بيعبروا عن ايه؟ العنصرين دول بيشاوروا على ايه؟ بيشاوروا على الاثنين بليس هولدر اللي عندي دول. يبقى انا كاني قلت له insert into categories النيم والديسكريبشن. النيم الاولاني اللي هو نيم ده اللي جاي لك من الفاريبل ده اللي جاي لك من الداتا اللي هناك اللي جايه لك من البوست اللي هي قيمتها كذا كذا اللي موجوده في الفورم. نفس الكلام على الاستفهام الثانيه، الديسكريبشن ده هو اللي جاي من هنا اللي جاي من الداتا اللي جاي من الفورم. تمام، وخلاص كده اهوت، كده انا عملت ايه اكسكيوت والدنيا تمام. طب بعد ما هعمل اكسكيوت انا ممكن اجي هنا واقوم قايل له بعد الكرييت ريدايركت للباث اللي انا عايزه اللي هو مثلا كاتيجوريز دوت بي اتش بي، برضه كاتيجوريز كاتيجوريز دوت بي اتش بي. تعال نعمل ريفرش. ايوه كونتينيو، اضافه الكاتيجوري الجديده. تمام كده. طيب تعال نعمل شويه فاليديشن بقى هنا. انت عارف محدش بيحب الفاليديشن ولا حتى انا بصراحه، بس الفاليديشن في لارافيل بصراحه احلى بكتير قوي. يعني الفاليديشن في لارافيل بص، انت دلوقتي علشان هتعمل فاليديشن مثلا، طب تعالى نشوف في الفاليديشن ده. مبدئيا هنيجي في ال HTML ونقول له ان النيم دهوت لازم يكون طبعا ريكوايرد، صح؟ وهنيجي هنا ممكن اعمل التشيك الاول دلوقتي، اقول له اف. تعالى نعمل فاليديشن على اول حاجه اف السيت البوست نيم، اند لازم ما يبقاش فاضي، يبقى لو ان هو موجود وفي نفس الوقت البوست نيم دهوت ما يبقاش فاضي. ماشي، تعالى ايه كنترول اكس كنترول في اهو. تمام، بس لا احنا كمان هنعمل فلتر فار، يبقى فلتر فار دهوت للفاريبل ده فلتر سانيتايز سترينج. تمام، طيب else لو حصلت هناك مشكله فانا ممكن اقوم جاي هنا او من البدايه عامل array اسمها errors بيساوي array فاضيه، واجي اقول له ضيف لي يا ابني في الـ errors ايرور جديد، اقول له ان نيم از ريكوايرد. تمام كده. طبعا ايه، هعمل نفس الكلام ده هو التاني للديسكريبشن. تعالى كنترول دي وتعالى نعمل كنترول ار نيم ديسكريبشن و كده. انا خلصت الفاليديشن. الفاليديشن عندي انا اهوت يا دوبك كان ايه الكونديشن دهيت والكونديشن دهيت بس، ماشي، ما كانش حاجه كبيره.
ماشي. في بعض الاحيان بقى افرض عندي فورم فيها 10 انبوتس، يبقى ادي كذا حاجه. طب ممكن يبقى عندي مثلا ايه الباسورد، دول اتنين، لا انا عايز اتاكد ان هو موجود ان هو مش فاضي، ادي كونديشن زي ده. لا وعندك كمان بقى ايه النقطه اللي بعدها، ان ده يكون بيساوي ده الباسورد بيساوي الباسورد كونفرميشن، تمام. والنقطه اللي بعدها ان الباسورد يكون على الاقل 8 حروف، تمام. النقطه اللي بعدها ان هو يكون فيه حرف كابيتال وحرف سمول وعلامه ورقم، فكده ايه الموضوع هيوسع مننا. ماشي، هنا هو ده مجرد بس ايه يعني، ادي واحد خمس سطور هنا، خمس سطور هنا، 10 سطور في سطر فوق، يبقى 11 سطر. صباح الفل، تمام. لكن اهوت هقول له لو ان الاري اف امتي امتي اللي هي ايه الاري اللي هي ايرورز دهيت، لو ان هي فاضيه يبقى دي كنترول اكس كنترول في كاريت يا باشا، يبقى كده معناه ان مفيش عندي ولا ايرور وان الدنيا تمام، صح؟ طب الف هاجي اقول له مثلا ايه، لا ريدايركت لكاتيجوريز دوت بي اتش بي، هرجع على الفورم مثلا طيب بيساوي كريت. تعالى ايه ده ممكن ده لو ان مفيش ولا ايرور فهتكريت الكاتيجوري الجديده وهتروح ان هو على الكاتيجوريز الف، لا ده في عندي ايرور، فالمفروض ان انا هظهر هروح على الريدايركت ده اهوت، والمفروض ان انا اكتب الايرورز اللي عندي، المفروض ان انا اكتبها لليوزر. يعني ينفع ان انت خلصت كده مليت الفورم وبعدين تيجي تضغط انت يرجعك على الفورم تاني، هيبقى عامل ايه؟ اتصرف. انت لو مهتم كنت هتعرف لحظه. تمام بالظبط. فالمفروض انت هتعرض الايرور ده لليوزر وهنشوف كمان شويه ان شاء الله ازاي. تمام. تعالى اد نيو كاتيجوري. المفروض ان الديسكربشن ده ريكوايرد، صح؟ طيب لو دلوقتي انا عملت سبميت هلاقي ان هو هيجيب لي ايرور ان هو بليز فيل اوت ذيس فيلد، لان انا جيت قلت له ان ده ريكوايرد من الفرونت، تمام. فتمام يا باشا، انا هكتب حاجه ان اهوت بس همسح ده واقول له سبميت، هيوديني تاني على نفس الصفحه، ولو رحت تعالى هنا مش هلاقي ضاف حاجه جديده، هما نفس الثلاثه اللي عندي، تمام. انما لو جيت دلوقتي رحت ماليهم ان شاء الله تشتغل، ضاف لي فعلا ايه الكاتيجوري الجديده، تمام. ده كده ايه الف ب فاليديشن. طبعا ايه هو من باب افضل واولى واحسن ان الفاليديشن بدل ما اكتبه كده اعمل فانكشنز للفاليديشن، اعمل فانكشنز للفاليديشن، اخد اللوجيك ده كده كله على بعضه واحطه في فانكشن خاصه بيه، وده هوت هيبقى نفس طبعا الفانكشن بالظبط وهكذا، تمام. بس كيب سيمبل دلوقتي، انا عارف ان هي سيمبل بس هي سيمبل اكتر من ان احنا نعملها فانكشن. في لارفل بقى عشان تعمل الكلام ده كله هتيجي تقول له بص يا باشا النيم اكتبها له كده، النيم مثلا هتكون عاملها اري، هتيجي تقول له ان هو ريكوايرد، وبعدين هتكتب علامه وقف كده اللي هو الشيفت، وبعدين الزرار اللي فوق الانتر، تمام. عايزه مثلا ايه ابصايب 20 حرف او اقل حاجه، مينيمم حرفين ماكسيمم 20 حرف، كل ده سترنج واحد. تعالى نكمل السطر اللي بعده، مثلا يكون يونيك، افترض ان انت كمان عايزه يونيك، من جدول ايه؟ من جدول كاتيجوريز، كاتيجوريز انهي كولوم؟ كولوم للنيم بس كده، هو هيعمل لك فاليديشن كل الحاجات دي، فاليديشن هي تكون ريكوايرد، ولو ما كانتش موجوده هيطلع لك الايرور. اقل حاجه تكون حرفين، اكتر حاجه تكون 20 حرف، ويكون يونيك من الجبل كاتيجوريز الكولوم للنيم، تمام. كل ده ممكن اكتبها لك بالسطر ده بس، تمام. بس احنا خلينا ايه في البي اتش بي نفسها الايه. طيب كده ايه خلصنا الاندكس وخلصنا الكرييت، تعالى ندخل في الايديت. دلوقتي انا عايز اعدل الكترونكس دهيت واكتبها كلمه ثانيه، المفروض هيبقى في عندي فورم شبه الفورم بتاعت الاد، بحط فيها بقى الداتا ديت اللي هي الكترونكس واللي هو الديسكربشن بتاعها،
وعدلها صح؟ هو لو انا كان لسه كمبرمج وعايز اعدلها ممكن اعدلها في الداتا بيز دلوقتي، يعني لسه انا بعملها صح؟ اه بس احنا عاوزين ندي الداشبورد بتاعت الادرس، فانت هتعمل له ايه؟ هتعمل فورم، هتبقى الفورم دهيت شبه دي بالظبط نفس دهيت، بس بدل ما الدهيت فاضيه هحط فيها اسم لا مش الاي دي، هحط فيه الاي دي، هجيب الاي دي على فكره اه، بس هجيب اسم الكاتيجوري القديم والديسكريبشن القديمه او الداتا القديمه كلها واعدل تمام. فتعالى نروح على صفحه ايديت، بس المشكله دلوقتي انا هعمل ايديت، لو افترضنا انا جيت قلت له ان التايب بتاعي ايديت، هتديت انهي كاتيجوري عندك؟ اجيبها بالاي دي تمام. تعالى بقى نيجي هنا نعمل كيس ايديت، في حالة ان التايب كان ايديت فهقول له require once لمين بقى؟ لكاتيجوريز سلاش ايديت دوت بي تي. طبعا لسه ما عنديش الملف ده اهوت، هروح اكريته صباح الفل. طيب لما اجي اكريته دلوقتي المفروض يكون في معايا كاتيجوري، هجيبها بالاي دي فعلا. طيب هو الاي دي بيساوي ايه؟ دهون، دهون انهي اي دي عندي؟ الاي دي دوت هجيبه منين؟ هجيبه ازاي؟ الاي دي مثلا انا عايز اعدل الكاتيجوري رقم 3، فالاي دي دلوقتي 3، 3 ديت موجوده فين؟ في الجيت او في اليو ار ال تمام؟ فاجي اقول له جيت اي دي، طبعا دلوقتي ممكن هي تكون مش موجوده فهروح اعمل اف اس ست كذا else كذا. تعالى نقول اف الست الكلام ده يبقى ايه؟ اه لا كده الدنيا تمام شغاله حلو. else لو ان انا ما كتبتلهوش اي دي، انا رحت على صفحه بس ما اديتلوش اي دي، يبقى الاي دي دلوقتي بيساوي كام؟ المفروض ايرور، او ان انت هتوديني على صفحه 404 او هتوديني على صفحه الكاتيجوري ذات نفسها تمام. فخلينا نقول له ريدايركت لكاتيجوريز دوت بي اتش بي تمام. تعالى نيجي نهوت واقول له ان التايب بيساوي ادت، فيوديني على الكاتيجوريز دوت بي اتش بي زي ما انا عادي. طيب لو انا جيت دلوقتي قلت له هنا تايب بيساوي edit و and بكتبها له كده and ال اي دي بيساوي 2، طيب هو ليه اداني ايرور 404؟ ليه اداني ايرور 404؟ لا بالظبط عشان ما كتبتش بريك، في سيمي كولون هنا تمام، هو كده شغال. طيب انا المفروض هاجي انوت في صفحه الاديت، لو انا وصلت الصوت اللي هو ما دخلتش يعني على الري دايركت، يبقى انا متاكد ان انا في عندي فاريبل اسمه اي دي صح؟ يعني انا ممكن اجي هنا اقول له للكاتيجوري اللي عندي كاتيجوري بيساوي لا ده انا هروح اعمل سيلكت نجمة from categories where ان الاي دي بيساوي الاي دي دهوت، هعمل اللوجيك ده كله دهوت ولا اعمله في كلاس الكاتيجوري؟ هعمله في كلاس الكاتيجوري. طيب تعال ندخل على كلاس الكاتيجوري، لو انا جيت عملت فانكشن اسمها سيلكت 1 مثلا وبصيت لها الاي دي والحاجات دي كلها، ده حل. بس في حل تاني احلى، ان انا استعمل كونستراكتور، يعني اجي اقول له بابليك فانكشن كونستراكت ادي الكونستراكت اهوت، وهبصي له الاي دي اللي انا عايزه، وهقول له جلوبال كون، ونفس اللي عملته هنا هعمله تاني اهو، كنترول سي كنترول في سيلكت استريك فروم
categories where ان الاي دي بيساوي علامه استفهام، واجي انا اهوت اقول له خد يا باشا الاي دي ده، وبعدين هقول له ان الكاتيجوري كاتيجوري بتساوي statement fetch، مش fetch all، لا fetch. طب لو جيت قلت له var dump لكاتيجوري ده هيت، هقول لك دلوقتي لو جيت عملت refresh ايه اللي انا عملته ده. هاجي اهوت اقول له new category وبصيله الاي دي اللي معايا اللي انا متاكد ان هو موجود دلوقتي، واجي اعمل ريفريش فيجيب لي array من ست عناصر اللي هم id باتنين ونيم بفاشن والديسكريبشن بكذا كذا، تمام. لو عملت كده اهوت خليتها واحد هيقول لي array من ست عناصر بكذا كذا كذا. طيب لو انا كنت خليتها fetch all، هو انا عندي هنا اصلا كونديشن بيحدد ان وير الاي دي بيساوي الحاجه دي بس، فهو كده كده هيجيب واحد بس، ولكن الفكره ان هو هيجيبها في array. طيب خلينا نعرضها في ايه، في بريك اهوت عشان نشوف الفرق اكتر. هنا اهوت جاب لي array من عنصر واحد، وبعد ما ادخل في الاري ده هلاقي الكاتيجوري اللي عندي، علشان ده انا استعملت fetch all. انما لو استعملت fetch هو جاب لي هي الاري اللي هي الكاتيجوري اللي انا عايزها على طول، تمام. اصبح عندي الاي دي بكذا والنيم بكذا والديسكريبشن بكذا والحاجات دي كلها، تمام. لما اجي استدعي الكاتيجوري ده هيت في الايديت، انا يا دوبك هبص له الاي دي بس، وبقى عندي اوبجكت، هو الاوبجكت لسه فاضي، الاوبجكت لسه ما فيهوش حاجه. لو انا جيت هنا اهوت قلت له var dump لكاتيجوري دهوت، هيقول لي اه ماشي هو فاضي ما فيهوش اي حاجه خالص. فانا محتاج اقول له ان النيم بتاع الكاتيجوري ده بتاع الاوبجكت ده هو نفس النيم اللي فوق، والديسكربشن بتاع الاوبجكت ده هو نفس النيم بتاع نفس الديسكربشن بتاع الاوبجكت اللي فوق، تمام. طيب الكلام اللي فوق دهوت كان عباره عن array، array اهي، انما الاوبجكت اللي هناك كان عباره عن object، تمام. احنا دخلنا في object oriented، فانا هاجي دهوت هعمل له attribute اسمه name و attribute اسمه description، تمام. سواء نخليهم public او private مش فارقه، خلينا نعملهم private name و private description، تمام. وتعالى نعمل له الجيتر والستر بتوعهم. تاني ايه اللي حصل هنا اهوت؟ اللي حصل ان انا ضفت function get description تعمل return this description set description، وبصيله هنا اهوت description قال لي this description بيساوي description. طب ثانية واحدة، أنا عايز أمسك في السطر ده كده، لو نفس السطر ده أنا كتبت زيه بالظبط في الكونستراكتور هيشتغل، فهيعمل نفس الحاجه اللي هنا. انا ببص له الديسكربشن، بس هو في الكونستراكتور اللي فوق ما كانش فاريبل زي ده كده، ده كان موجود في اري اللي اسمها كاتيجوري، وبعدين في عندي اندكس ديسكربشن، صح؟ يبقى نفس السطر دوت هكتبه فوق، هكتب زيه في الكونستراكتور اللي عندي فوق. عندي كده اهوت اقول له this name بيساوي الكاتيجوري نهاية السطر 10 ديت، كاتيجوري نيم و ديسكريبشن، ديسكريبشن. طيب هشيل الفار دمب اللي كانت هنا، ماشي، وتعالى نروح هناك. طبعا مفيش فار دمب اولانيه بتاعت الاري، بس اصبح عندي هنا هو اوبجكت كاتيجوري مكون من حاجتين، النيم بقيمة الكترونكس، والديسكريبشن بقيمة لورم ايبسون فور الكترونكس، تمام. طيب تعالى برضو ايه نعمل نفس الكلام للاي دي، برايفت
اي دي واجي اعمل له جيتر وستر ماشي. وتعالى نيجي هنا واعمل نفس الحركه اقول له this id بيساوي category id. اظن عادي زي ما عملت السطرين دول تعمل السطر ده. بس في حاجه، هو انا لما اجي تحت، تعال نمسح الكومنتات دهيت، لما اجي اقول له get description و set description، طب في احتماليات انا احتاج فعلا ان انا اقرا description في اي مكان زي ما هعمل دلوقتي، واحتمال والله اعلم احتمال ان انا احتاج اعمل set للdescription. طيب تمام. طب get id بره الكلاس ده، بره الكلاس ده احتاج ان انا اكتبه؟ اه هحتاج ان انا اكتبه. طب هل هحتاج ان انا اغير ال id؟ اغير ال id ليه؟ وازاي؟ ولوجن ده ازاي؟ هتلاقي مش هينفع. بمسح السيت اي دي ده خالص. كونك تمسح السيت اي دي ده انت كده عملت انكابسوليشن. انت اشتغلت على سكيورتي اصلا. بس السكيورتي من مين؟ من الديفلوبر اللي معاك. انا التيم ليدر وفي سين من الناس ديفلوبر تحت ايدي، ممكن سين دهوت يعك الدنيا. هو مش هيعمل هاكينج للموقع انا عارف، بس ممكن يعك الدنيا، ممكن يغير الاي دي فاللوجيك بتاع الموقع كله يبوظ. فلا هنا هو اللي بقول له ايه؟ جيت اي دي اقراه بس ما تقدرش تعدل عليه الا من جوه الكلاس ده. بص هو مش هي مش بالمعنى الحرفي كده هيبوظ الموقع كله، هو هيجيب كاتيجوري ويغير الاي دي بتاعها. هل لوجيكال ده منطقي؟ ففي حاجه هتبوظ عندك. هو مالكش دعوه باليوزرز الا اذا كان في عندك يوزر بيتحدد ان هو ادمن لكاتيجوري معينه بشكل معين، دي ممكن ايه تعوق الدنيا شويه. بس انت طالما مفرق الحاجه عن بعضها فالمشكله مش هتكون كبيره على قد ما ان في مشكله تقدر انت تحلها بمجرد بس انت تمسح السيت اي دي. تمام؟ في الديسكريبشن تقول له سكريبت وتطبعها في الموقع. بس انت دلوقتي عملت فلتر فار. فلتر فار فلتر سنتايز سترينج راحت فين؟ راحت فين؟ في الكاتيجوريز يا عم هنا غلط. فلتر فار تمام. تمام كده؟ طيب دلوقتي انا بقى عندي صفحه الايديت دهيت، بقى في عندي الاوبجكت ده، حتى لو كنت عامل ريفرش على ايه باور بي بري. بص اهو عندي الاي دي، طبعا هو برايفت ما اقدرش ان انا اقراه عادي، ما اقدرش اقول له ايكو اي دي او ايكو كاتيجوري اي دي، والنيم كريبتو الكترونكس، والديسكريبشن قيمته كذا. لو انا جيت غيرت الاي دي في اليو ار ال فوق هيبقى قيمه ثانيه وثالثه وهكذا. تمام. طيب لو انا جيت هنا اهوت رحت كاتب له اي دي 5 مفيش. تمام، لان هي نل ماشي. فالمفروض ان انا هروح هنا اهوت في كلاس الكاتيجوري دوت في الكونستراكتور اتشيك لو ان العدد بتاعها صفر او ان هي مش موجوده او كده، هتعمل ري دايركت او كذا او كذا. بس خليها دلوقتي، يعني دي نقطة مهمة بس خليها دلوقتي. عايز بس ان انا ادخل على صفحة الايديت واعملها دلوقتي. انا معايا الكلام ده اهوت، معايا خلاص الفاريبل ده، انا مش محتاج اكتب بي اتش بي تقريبا تاني في الصفحة، بس هروح على صفحة الكرييت واجيب كل الكلام ده اهوت واحطه هنا. هي نفس الفورم في الاول وفي الاخر، بس بدل ما ان هي اد لا هي تبقى كرييت ايديت. تمام. طبعا هاجي اعمل ريفرش ل بتاع رقم 2 مثلا. تمام. طبعا ايه النيم لسه فاضي والديسكريبشن لسه فاضي، فهاجي هنا عند النيم اقول له الفاليو، مش البليس هولدر، الفاليو بتساوي وايكو. انا عايز اكتب هنا هو النيم بتاع الكاتيجوري ده هي، صح؟
صح؟ بتاعت الايه؟ صح؟ جيت نيم صح؟ يبقى هاجي انا اهوت اقول له ده انا في عندي اوبجكت اسمه كاتيجوري، في عندك فانكشن اسمها جيت نيم، مجرد بس انا بقول له جيت نيم بس انا قلت له هنا اهوت ايكو فهيطبعها هنا. تمام؟ نفس الحركه دوت عند التكست اريا. التكست اريا ما بتبقاش فاليو، بتبقى حاجه مكتوبه فيها نفسها ايكو كاتيجوري جيت ديسكريبشن. تعال نعمل ريفرش، ادي الديسكريبشن موجود دلوقتي. انا لو عملت اد، لو عملت ايه سبميت، فالمفروض ان هو هيروح على حاجه ثانيه بعد الستور. حلو، عندي هنا اهوت الايديت، عند الكريت كنت عملت واحده ثانيه اسمها ستور، عند الايديت هعمل واحده ثانيه اسمها ابديت. تاني ممكن تكتب الكلمه اللي انت عايزها، الاسم اللي انت عايزه، بس انا بستعمل الحاجات ديت علشان دي نفس اللي موجوده في لارافيل. ماشي؟ فلما تقراها دلوقتي وتيجي تقراها كمان شويه في لارافيل مش هتحس ان في فرق كبير او ان الدنيا جديده او كده. دول لسه ستة، فاضل واحدة كمان اللي هي الدستروي. مش فاكر اسمها دستروي ولا ديليت اساسا. ما الاثنين نفس المعنى. طيب هاجي انا اهوت اقول له وديني على الابديت. اهي. تمام كده؟ طب دلوقتي لما انا باجي اعمل ابديت، لما كنا بنعمل ابديت في السيشن اللي فاتت في الماي سيكوال كنت بقول له ابديت اسم التيبل ست كذا بيساوي كذا، كذا بيساوي كذا، كذا بيساوي كذا. وير كان لازم اقول له وير والا هيعدي فين كلهم. وير الاي دي بيساوي كذا. طب فين الاي دي؟ دلوقتي انا لما اجي انقلها لصفحه ثانيه، صفحه الابديت دي هي. وير از اي دي؟ وير؟ قريب من اللي انت قلته. مش هعمل لها فورم. هعمل لها انبوت. لو انا عملت انبوت التايب بتاعه تكست مثلا وخليت الفاليو بتاعته ايكو بالظبط كده كاتيجوري جيت اي دي، موجود الاي دي عندي اهو. طبعا انا ممكن اغيره وكل حاجه بس طبعا دي مصيبه، بس مفيش ادمن هيبوظ الموقع بتاعه يعني. تمام؟ بس البوينت ان هو ظاهر عندي، يعني مش متوقع ان حاجه زي ديت تحصل. صح؟ يعني الديب ده هو الطبيعي ان هو يكون موجود، ديسكريبشن موجود، بس الانبوت ده مش هيكون موجود، هيكون هيدن. خلي التايب بتاعه هيدن. طب هو موجود؟ موجود. تمام؟ واجي انا اهوت اقول له النيم بتاعه بيساوي اي دي علشان لما انقله في البوست، انقله في البوست في الصفحه الثانيه. موجود موجود. بص يا باشا، تعالى هنا اهوت في ال HTML. تعالى بص 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 موجود هنا ولا لا؟ ال HTML شايفاها ولا لا؟ هتتبعت، هتقدر انت تتعامل معاها بال PHP. هتيجي تقول له بوست اي دي هيقول لك قشطه تمام. لا مش هتكتب اي دي خالص، ما تعدلهوش بالظبط. ماشي؟ بتاع الكاتيجوري. طيب تعالى بقى ايه، طبعا لو عملنا سبميت هيوديني ل 404 علشان ما عنديش لسه الكيس دهيت. فتعالى نعمل كيس ابديت وريكواير وانس. لا مش ريكواير وانس، زي دهيت كده هنكتب الكود هنا. تمام؟ بس هقول له في الاخر ايه بريك، اعمل ريفرش، مفيش حاجه حصلت والدنيا تمام. طيب تعالى ناخد نفس الكلام ده، لازم اتاكد ان هو بوست والايرورز، هتاكد ان هي مش فاضيه والديسكريبشن ما هوش فاضي والكلام ده كله كلام جميل. تعالى ناخد الكلام ده كله كوبي. طبعا في حبه تعديلات هتحصل دلوقتي. هل الريكوست لازم يكون بوست؟ الايرورز فاضيه تمام كل الكلام ده هوت. وهاجي برضو هنا if set post id يبقى الدنيا تمام، يبقى الاي دي بيساوي
او داتا اي دي بقى، او خليها اي دي بس، اي دي بيساوي فلتر فار. هو انا مش لازم اتاكد منها لان كده كده ايه الادمن مش هيعدلها، واجي اقول له بوست اي دي else نفس المشكله ده هيت، هحطها له هنا واقول له بس ايه الاي دي او الاي دي از ريكوايرد. لو ان هو فاضي فانت هتيجي بقى ايه، لو ان هو مش فاضي قصدي هتيجي تعدل الكاتيجوري ده، مش بالكرييت، هتعمل حاجه ثانيه، هتيجي تقول لي ان الكاتيجوري بيساوي يو كاتيجوري كاتيجوري وتبصلها الاي دي ده هوت، وبعدين الكاتيجوري ست نيم بالنيم اللي عندك او داتا، خليها ايه ليها اكتر من طريقه حلوه. طيب خليها كده اهو، تشيل كلمه داتا دهيت خالص، كده انا معايا فاريبل اسمه نيم وفاريبل اسمه ديسكريبشن، هقول له سيت نيم بنيم وسيت الديسكريبشن بفاريبل الديسكريبشن. طبعا كل الكلام ده هوت ايه، بل واشرب ميته يا باشا. تمام، تعال نعمل ريفريش، واضح ان الدنيا شغاله ماشي. بس انا لو جيت فعليا وقلت له التايب اديت و الاي دي بيساوي واحد، ادي عندي كلمه الكترونكس دهيت، لا خليها اي حاجه تانيه خالص. تمام، واجي اعمل سبميت، هتفضل زي ما هي الكترونكس. تمام ليه؟ حاجه زي كده بالظبط، لان انا هنا هو خليت الاوبجكت اللي اسمه كاتيجوري ده، انا في عندي دلوقتي اوبجكت اسمه كاتيجوري، عدلت النيم بتاعه. شكرا يا فندم. طب بالنسبه للداتا بيز جيت يما ما قلتلوش ابديت ولا اي حاجه صح؟ فهاجي هنا هو اقول له كاتيجوري اعمل لي سيف يا باشا للتغييرات اللي حصلت عندك. تمام، طيب طبعا مفيش فانكشن السيف دهيت، هروح اكريتها. فانكشن السيف دهيت المفروض ان هي فيها الابديت. تمام، فاجي اقول له جلوبال كون ال اس تي ام تي بتساوي كون بريبير ابديت، الجدول اسمه ايه كاتيجوريز، كاتيجوريز ست النيم بيساوي علامة استفهام كوما الديسكريبشن بيساوي علامة استفهام تانية وير الاي دي بيساوي علامة استفهام تالتة. تمام، واجي اقول له الست ام تي بيساوي اكسكيوت، وابص له دلوقتي الري فيها كام عنصر؟ لا 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 ثلاثة، أنا عندي كام علامة استفهام؟ ثلاثة، يبقى بصيله الثلاثة بنفس الترتيب ده هو. طيب ها؟ لا ده أنا بقول له وير، ده أنا بقول له دور لي على الريكورد اللي الأي دي بتاعه بكذا، فهو أنا لازم أديهوله. تمام، فلما أجي أقول له النيم، تعالى إيه نخليها كده في أسطور مختلفة، النيم أجيبه منين؟ اجيبه ازاي؟ هو مش جوه الاوبجكت اصلا؟ جوه الكلاس صح؟ اقول له this name، تاني عنصر description، تالت عنصر كان ايه؟ ال id، فاقول له this id وبس كده. تمام، تعالى بقى نيجي هنا ايديت، هو انا هاجي كل مره اقعد اكتب اليو ار ال بنفسي؟ مش انبوت، هذا الزرار هنا اسمه ايديت. طبعا الزرار ده هو عشان بيوديني في صفحه ثانيه، فهو عباره عن ايه؟ اتش ريف بيساوي الكلام اللي المفروض يبقى مكتوب فوق. تمام، تعالى نعمله كده، تعالى في صفحه الاندكس بتاعت الكاتيجوريز، هعمل تي دي كمان،
حبيبي تمام. وتعالى ايه نيجي هنا التي دي ده هوت هيكون موجود فيه ايه اتش ريف، طبعا مكتوب فيه كلمة edit عادي كده، والمكان اللي انا هروح عليه هو categories dot php علامة استفهام edit type بيساوي type بيساوي edit and ال id بيساوي طبعا كده اهم ايه اطبع له php هنا عشان ال id ده هوت موجود عندي في variable يبقى category ID. ايكو دي ايكو. طيب تعال نبص كده بقى في عندي زرار الايديت ده، ولو بصيت على اللينك اللي موجود هنا اهوت يبقى categories dot php type بيساوي edit add ال id بيساوي واحد كده الدنيا تمام شغاله. فهدخل عليه هيوديني عند الالكترونكس، لو جيت اللي بعدها هيوديني عند عم الحاج ده اهوت وهكذا. ممكن بقى اديله كلاس كده اهوت لطيف كلاس بي تي ان بي تي ان داش برايمري مش ده كده الشكل كويس ايه. ممكن تبقى ايكون، تعال نستدعي الفونت اوسم بقى. طيب تعالى عند الفاشن اخلي ان الكلمه اللي موجوده دوت مثل الفاشن 1 2 3 اعمل سبميت تمام. هنضل ايه بريك كده 10 دقايق ربع ساعه وبعدين هنكمل. هو فاضل ايه؟ فاضل الشو والدستروي، وهنعمل نفس الكلام ده هو التاني للبرودكت. لا مش كتير، لا مش كتير فعلا، ممكن اقل من نص ساعه تمام. وبعدين هنعمل نفس الكلام دوت للبرودكتس ان شاء الله، هيبقى نفس الكلام كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست ما عدا جزئيتين كده صغيرين او جزئيه واحده، وخلي الجزئيه اللي بعدها السيشن اللي جايه ان شاء الله. ايه لا 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 لسه، يلا بينا نكمل. كنا وصلنا للكاتيجوريز كنا وصلنا في الكاتيجوريز ان انا بقيت اعرف اعمل نيو كاتيجوري، وان انا اعرف اقراهم، وان انا اعرف اعمل ايديت والفاليديشن بتاع الحبشتات دي كلها. طيب كده فاضل الشغل وانا دي مسحته. طيب خلينا نكتبه من اهوت، قلنا اندكس. دلوقتي احنا هندخل على الشغل، المفروض في عندي الكرييت والستور اللي هي البوست بتاعتها البوست، وكان في عندي بعد كده الايديت والابديت، واخر حاجه سواء هنكتبها ديليت او ديستروي الاثنين واحد، ديليت او ديستروي تمام كده. طيب دلوقتي عايزين ندخل على الشو. نتخيل الشو ده هو زي ما كنا بنعمل قبل كده، ان انا بعرض برودكت واحد، فانا عايز اعمل صفحه مجرد ان انا هكتب فيها اسم الكاتيجوري، ونفترض ان انا هكتبها بخط كبير كده واكتب ديسكريبشن تحتها باراجراف كده شكله لطيف تمام. طيب انا متوقع ان انا لما هضغط على كلمه الكترونكس دهيت هتوديني صفحه ثانيه. ايه اتش ريف زيها زي الاديت دهيت تمام. فهنيجي في الكود هنا عند النيم هقول له ايه، و اجي كده اضيف قفله الايه في الاخر. طيب حسيت ان انا تايه شويه، الحاجه جايه منين ورايحه فين؟ تعال نقسم كل حاجه كده في سطر لوحدها بالشكل ده. انا شايف قدامي ان تي دي دهيت جواها كل الكلام دوت اللي هو عباره عن ايه اتش ريف اللي جواها الكلمه دهيت اللي هي الكاتيجوري نيم اسم الكاتيجوري تمام. وهاجي دوت اقول له كاتيجوريز زي زي قبل كده دوت بي اتش بي التايب بيساوي شو اند الاي دي بيساوي، وبعدين هكتب تاج بي اتش بي وايكو زي ما كنا عاملين تحت ان هوت اهو كاتيجوريز بي اتش بي تايب بيساوي ادت اند الاي دي بيساوي كذا كذا كذا. فده نفس اللي هعمله هنا اهوت، اقول له كاتيجوري اي دي تمام. طبعا انا لو جيت افتحها دلوقتي المفروض هيديني الايرور 404
لان انا بقول له ان التايب بيساوي شو وانا ما عنديش تايب بشو دهوت خالص، تمام؟ فهروح على الكاتيجوريز واقوم مزود بعد البريك دهيت كيس شو نقطتين فوق بعض واقول له require once. ما انا لسه فيها require once فايل تاني اصلا، الفايل ده بقى اللي هحط فيه الحاجات اللي انا عايزها. الكاتيجوري ملهاش صوره، لا يبقى categories slash show dot btb واقول له break ونعمل ملف الشو ده. ملف الشو keep it simple خالص، ان انا هاجي اقول له ان الكاتيجوري بيساوي new category وبصيله ال id. طبعا ال id مش موجود عندي، فتعال نجيب نفس الكود دهوت اللي في ال edit اهوت كنترول سي كنترول في، اظن نفس الكود كده اهوت بالظبط مش محتاج تعديل فيه. لو جيت قلت له var dump للكاتيجوري فتعرضت عندي الكاتيجوري دهيت، تمام كده. سيبك بقى من الفار دامب وتعالى نعمل كده ونقول له مثلا اتش 2 والكلاس يبقى تكست سنتر، الكلاس تكست داش سنتر، وتعالى نكتب هنا اهوت اسم الكاتيجوري. الكاتيجوري ده دلوقتي عباره عن اوبجكت، فانا لازم اقول له سيت نيم بالشكل ده او جيت سوري ايكو، او ممكن اشيل دهيت كلها واقول له يساوي. ممكن ان انا اشيل يساوي دهيت اقول له بي اتش بي ايكو، او لو ان انا عارف ان كل كود البي اتش بي ده كل السطر ده كله على بعضه من اول هنا لحد هنا كل ده مجرد انا بعمل ايكو، فهقول له علامة اصغر من علامة استفهام بيساوي الكلام ده. مفيش حاجة اتغيرت وادي الكترونكس ظهرت عندي، وممكن اجي بعدها اقول له ديف ياخد كلاس alert alert dash success واكتب له في باراجراف، والباراجراف ده هو تكتب فيه الديسكريبشن بتاعت الكاتيجوري دهيت. ادي كاتيجوري جيت ديسكريبشن، كل مره بنسى الايكو. اتكتب عندي والمسافه ديت بسبب ان هو باراجراف، تمام. طبعا ممكن اغير الستايل، ممكن اعمل حاجات كتيره، وممكن بس السيشن اللي جايه واللي بعدها ان انا اعرض هنا البرودكتس اللي خاصه بالكاتيجوري ده. البرودكتس ديت بس مش كل البرودكتس اللي في الموقع، هيبقى في عندي صفحه اسمها برودكتس دوت بي اتش بي فيها اندكس عامله زي الاندكس بتاع الكاتيجوريز، المفروض ان انا هعرض فيها البرودكتس كلها. كده هو هعرض البرودكتس الخاصه بالكاتيجوري ديت بس، الالكترونكس بس، تمام. هنبقى نشوف ازاي ان شاء الله، تمام. طيب فاضل حاجه واحده، احنا كده ايه، لو بصينا خلصنا الاندكس، خلصنا الشو، الكرييت، الستور، الاديت، الابديت، فاضل الديليت، تمام. طيب الديليت عامله بالظبط زي الاديت، علشان اديت كنت محتاج الاي دي، والاي دي ده هبصيه في اي اتش ريف بيوديه من حته ثانيه، بس الزرار هنا هيبقى شكل مختلف. تعالى ندخل في الاندكس، وزي ما عندي الزرار ده هوت للاديت هعمل زرار تاني زيه بالظبط، بس هيبقى دينجر، ماشي، وبدل ما ان هو تايب اديت هيبقى ديليت. وبرده الاي دي اللي هبصيه له هنا هوت، تعالى نبص ليه شكلها هنا بقى في عندي اديت وديليت. هغير بقى الكلمه دي اخليها ديليت اهي، تمام كده. طبعا لو فتحتها دلوقتي هيقول لي ايرور 404 ان انا لسه ما ضفتش موضوع الديليت، تمام. طيب لو انا جيت عند الكاتيجوريز هنا ورحت مزود الكيس بتاعت الديليت، قلت له ريكواير وانس، مش محتاج ريكواير وانس، انا ممكن اصلا اخد الداتا من دهيت كده، ادي كل ده لان هو كده كده كود بي اتش بي بس ما فيهوش حاجه ثانيه. اف اس سيت الاي دي يبقى الاي دي، تمام. انس يبقى ري دايركت الكلام ده اهوت، يعني نعمل هنا نقول له البريك، لا كده لسه مش هيمسح. كده انا عملت الاوبجكت الكاتيجوري ده اهوت، فاضل ان انا اقول له كاتيجوري ديليت،
كاتيجوري ديليت بالشكل ده. طبعا هو لسه مفيش الفانكشن اسمها ديليت دهيت، هروح اعملها. طيب دلوقتي انا اصبح عندي اوبجكت ومعايا الاي دي بتاعه اللي هو ذيس اي دي، تمام؟ فانا هعمل نفس اللي عملته قبل كده، هقول له جلوبال كول وهقول له الاس تي ام تي بيساوي كول بريبير، حضر لي يا ابني الحاجه اللي انا عايز اعملها اللي هي ايه؟ ديليت فروم الجدول اسمه ايه؟ كاتيجوريز، وير ان الاي دي بيساوي علامه استفهام، واجي اقول له ان الاس تي ام تي اكسكيوت، وبعدين ابص له اري، الاري ده هي فيها عنصر واحد بس اللي هو الاي دي اللي هو هيجي لي عن طريق ذس اي دي. بس كده؟ بس كده. تعالى برضو نروح عند الكاتيجوريز عشان لسه في حاجه ناقصه، ان انا المفروض اقول له بقى دلوقتي ريدايركت للكلام ده هوت، ادي كنترول سي كنترول في. بعد ما تمسحها هتقول لي ريدايركت للكاتيجوريز دوت بي اتش بي. تمام. تعالى نيجي دوت نعمل ريفرش. لو جيت عند مثلا اموس دهيت اللي هي تالت واحده وقلت له ديليت اتمسحت، ولو ان انا بصيت على الداتا بيز هلاقي ان هي فعلا اتمسحت. تمام كده؟ عادي. تمام. طيب في تفصيله صغيره خالص كده دلوقتي ممكن نبص عليها. هنا الاي ديهات 1 2 4 سيبهم زي ما هم، ما تعدلهمش. انت ممكن تيجي على الاربعه دي تخليها 3، لا ما تعملش كده. مكان موجود علشان لو انا مستعمله في مكان تاني او في فورين كي او حتى في لينك بره الموقع تفضل 3 زي ما هي. تمام. ولكن لو انا جيت بصيت هنا هلاقي ان ده 1 2 4 هو صح على فكره، ما انا قلت له اكتب الاي دي ولا عامل حاجه مختلفه هو؟ طيب هل ده شكل مريح بالنسبه لك كيوزر مش كديفلوبر؟ انت كديفلوبر قشطه عادي، انما هل كيوزر انت متعود على حاجه زي ده؟ طيب انا عايز اكتبها 1 2 3 4، فممكن اجي في الفور ايتش في الاندكس دوت. بص لو انا هنا دوت كنت قلت له كي وكاتيجوري، هو المفروض كي فاليو كي فاليو كي فاليو، تمام؟ وكنا بنتعامل مع الكي كانه الاندكس، لما كنت اكتب نيم بكذا مش هينفع عند الكاتيجوري، بس الكاتيجوريز اللي احنا بنجيبها من الداتا بيز بيبقى فيه اي دي الكي والفاليو والحاجات ديت، تمام؟ فده نفس اللي انا هعمله هنا، بس الكي هنا هو بيعبر عن ايه؟ هو انا اصلا عندي كي؟ ما كانش عندي كي، يبقى الاندكس، يبقى ده هو بيعبر كانه الاندكس، فممكن بدل ما اسميه كي اسميه اندكس، او للاختصار اسميه اي اي بس، استسهال استرخاص، تمام؟ وبدل ما ان انا هكتب ايكو كاتيجوري اي دي، لا انا هكتب حرف الاي ده اهوت. تعالى نيجي كده واقول له اي. هو الاندكس كان بيبدا من كام؟ من صفر، فدلوقتي هو هيعرض عندك صفر واحد اثنين. لا هو مفيش جد، هو ده اي ده فاريبل جديد. مش الارض هيجي تحت لا هتسيبها زي ما هي. هقول لك ليه، خلينا بس بدايه دلوقتي الاول وبعدين ندخل على الاي دي اللي هناك. خلينا في دهيت. لا لو انا قلت له بلس بلس كده اعمل حاجه. تمام. هو ممكن انا اعمل له بلس بلس هنا دي هتشتغل، تمام؟ هدخل فيها دلوقتي دهيت، بس الحل الاسهل ان انا اقول له اي زائد 1، لو صفر يبقى 1، لو 1 يبقى 2، لو 2 يبقى 3 وهكذا. طيب ايه الفرق ما بين ان انا اقول له اي بلس بلس وبلس بلس اي؟ اي بلس بلس وبلس بلس اي بالظبط. لو انا جيت قلت لك مثلا ان دولار ساين اكس بتساوي ده ودولار ساين اكس بتساوي ده، لو افترضنا ان الاي في البدايه كانت ب 10، فهنا دلوقتي امشي كده واحده 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 واحده، دولار ساين اكس بتساوي اي، هي الاي بكام؟ يبقى دولار ساين دلوقتي بكام؟ ب 10، وبعدين لا لا لا، وبعدين بلس بلس هتتنفذ على الاي، يبقى الاي دلوقتي تبقى ب 11
والاكس هتفضل زي ما هي. تمام؟ طب تعالى نمشي على اللي تحت دوت، امشي خطوه بخطوه. دولار ساين اكس بتساوي بلس بلس، ايه ده؟ انا هزود، هي الاي بكام؟ خليها اللي هي كانت 10 برضه، هي الاي بكام؟ ب 10، بس انا هزودها هتبقى 11، وبعدين خد القيمه كده كلها على بعضها تبقى الاكس بقى ب 11. تمام؟ فاي بلس بلس ان انت اتعامل مع الاي، شوف انت عايز تطبعها، عايز تكتبها، عايز تحطها في فاريبل، عايز تعدي في الوسط، اعمل اللي انت عايزه، وبعد ما تخلص ابقى زود قيمتها الاي بلس بلس. انما بلس بلس اي زودها وبعدين شوف بقى انت هتعمل بيها ايه. تمام؟ تمام؟ فيا اما ان انا اعملها بلس بلس اي، او الاسهل لعينيا اي زائد واحد. تمام كده؟ كده احنا خلصنا الجزئيه بتاعت الكاتيجوريز. فيها حاجه اللي هي اللي احنا عملناه دلوقتي ده بمثابه كرد. كرد يعتبر كامل. ماشي؟ هتقول لي ايه ده؟ على نيمو ديسكريبشن بس. اقول لك اه على نيمو ديسكريبشن بس. لان انت لو دلوقتي عندك مثلا البرايس هتعملها ازاي؟ بتعمل انبوت التايب بتاعه انتجر او نمبر، التايب بتاعه نمبر، ونفس اللي انت عملته هنا اهوت في الفاليديشن هتعمله هنا اهوت، ونفس اللي انت عملته في الكونستراكتور هتعمله هنا اهوت، ونفس اللي انت عملته مش عارف هتعمله هنا وهكذا. تمام؟ لو انت عندك 10 كولومز هنا اهوت او 10 اتريبيوت نفس الحاجه، بس بدل ما انت عملتها مرتين تعمل 10 مرات. مفيش اختلاف صح؟ تمام؟ طيب تعالى نعمل البرودكت بتاعت الكاتيجوريز مش بتاعت الموقع. تمام؟ دي الصفحه الرئيسيه بتاعت الكاتيجوريز عند الادمن. انا عايزك تتخيل ان احنا هنعمل موقعين، موقع للادمن وموقع لليوزر. ان الادمن يشوف الشكل ده قشطه عادي مقبوله. انا يهمني، انا كادمن يهمني ايه؟ هل يهمني اشكال وحركات والوان رايحه جايه، ولا يهمني ان الداتا معروضه قدامي؟ داتا قدامي. انما كيوزر لما تيجي تدخل على موقع، لو لقيت موقع بالشكل ده هو هتحب انك تشتغل عنده؟ ايه تشتغل عليه؟ تشتغل عليه؟ لا. تمام؟ فاحنا مهتمين دلوقتي بالشكل بس، بالداتا اللي هي تتعرض رايحه جايه. ماشي؟ موضوع الشكل بقى والفرونت اند وتعالى نجيب موقع دي قصه ثانيه. تمام؟ طيب تعالى ايه؟ نعدل الناف بار، نعمل لينكات للكاتيجوريز للبرودكتس. فين الناف بار؟ موجود في الهيدر. فين اكشن ونظر اكشن اهيت؟ تعالى اول واحده نكتب فيها كلمه كاتيجوريز، واللي بعدها برودكتس. هتروح على فين؟ هتروح على كاتيجوريز دوت بي اتش بي، وعلى برودكتس دوت بي اتش بي. طبعا برودكتس ديت لسه ما اتعملتش بس ماشي. يعني تعال نعمل ريفرش. ايه ده؟ ملهاش علاقه. لا استنى استنى استنى، ده في الدروب داون اصلا، المفروض عند الهوم وعند النهايه. ادي نيف لينك طبعا مش هيبقى اكتف، ودهوت مش هيبقى اكتف. سيبك من بيج دهيت، سيبك من بيج دهيت. طبعا المهم عندي ده كاتيجوريز دوت بي اتش بي برودكتس دوت بي اتش بي. وتعالى هنا نعمل كاتيجوريز كاتيجوريز اهي. لو دخلت على الكاتيجوريز وداني على الكاتيجوريز، لو دخلت على البرودكتس وداني على صفحه ثانيه خالص مالناش دعوه بيها. تمام؟ فانا هروح اعمل صفحه للبرودكتس طبعا في الموقع الاساسي اهوت بي اتش بي كلاس اسمه برودكتس دوت بي اتش بي. لو ان انا فتحت برودكتس دلوقتي بيشتغل. تمام؟ طيب تعال نبص كده على الملف بتاع الكاتيجوريز كده شاكب راكب على بعضه.
وهعمل نفس الكلام دوت هنا. هقول لك حاجه، تعالى نمشي سطر سطر ونشوف الحاجه ماشيه ازاي. تمام، سيبك من الكلام دهوت. هل انا محتاج اتشيك على التايب؟ لازم اتشيك على التايب، ولو ما كانش هيبقى اندكس. قشطه، في كيس ان هو اندكس يبقى ريكواير وانس. لا معلش، مش كاتيجوريز، هتبقى برودكتس. تمام، في حاله الكرييت يبقى برودكتس برضو. في حاله الستور هتاكد ان هو بوست، هعمل فاليديشن على النيم. تعالى نفتكر بس البرودكت دوت كان بيبقى عامل ازاي. هو عندي حاجات كتيره هنا اهوت، هخلي الايمج دلوقتي نلبل عشان اخليها سيشن جاي. ايه نلبل؟ ان هي ممكن تكون نل عادي، مش لازم ان انا احط فيها قيمه. تمام، فين الايدت؟ فين التشينج؟ ادي تشينج، فين نل؟ ادي نلبل. عشان دلوقتي لما هاجي اعمل سيف للبرودكت الجديد مش هحط له ايمج، مش هعرف ارفع ايمج لسه. تمام، خليها السيشن اللي جايه ان شاء الله. تمام، فعشان بس ما يطلعليش ايرور وكده اكتبها يا باشا ان هي نال. تمام، طبعا المفروض لسه برضو عندي الكاونتري اي دي، فنفس الكلام اللي اتعمل في الكاتيجوريز كله هيتعمل في الكاونتري كوبي بيست. بس في الكاونتري هيضيف علينا ان الكاونتري فيها فلاج، الفلاج ده هو الصوره، فنفس اللي هيتعمل ده هو هيتعمل في الكاونتري. تمام، تعالى احنا برضو نخلي الكاونتري اي دي ده هو يبقى نالبل، هيطلع لي ايرور، اشتغل. طيب نفس الكلام دوت، ادي النيم فيه هنا اهوت، ديسكريبشن فيه ديسكريبشن، الايمج مش عايزه، البرايس سيبك من البرايس دلوقتي. لو ان هو مفيش ايرورز يبقى هتيجي على برودكت، وهتقول لي كرييت او ريدايركت، وبعد كده دوت ريدايركت على برودكتس دوت بي اتش بي، وتعالى هنا اهوت على برودكتس دوت بي اتش بي، وادي برودكتس دوت بي اتش بي، وادي برودكتس ايديت، وادي دا 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 دا. لسه في شويه تغييرات انا عارف. في طبعا لسه هنغير الفاريبل والكلاس والحاجات دي كلها، بس انا واخد بالي ان اللي هنا نفس اللي هنا بالظبط، نفس الفانكشنز اللي بستدعيها هنا، نفس الفانكشنز اللي بستدعيها هنا. يلا بينا نكمل. هنروح هنا عندي فولدر الكاتيجوريز، هعمل فولدر تاني اسمه برودكتس، وهات لي يا باشا نفس الملفات اللي في الكاتيجوريز حطها في البرودكتس. طبعا انا عملت كوبي بيست للملفات بالمحتوى اللي فيها. تمام، لا هو هيبقى فيها بقى ان انت بتتعامل مع كاتيجوري. انت في الملف مثلا تعالى ايه اندكس بتاع البرودكتس الكاتيجوريز، لا انا عايز برودكتس بقى. تمام، تعالى نيجي هنا نخليها برودكتس، هيجي برودكت اول. طبعا برودكت دهيت ما فيهاش اول، ما عنديش بس كلاس اصلا البرودكت، فهروح هنا عند البرودكت هقول له بي اتش بي كلاس اسمه برودكت. ماشي، هاجي على برايفت عندي ان هوت النيم، ادي برايفت اي دي والنيم والديسكريبشن. بعد الديسكريبشن كان عندي ايمج ماليش دعوه بيها، بعد الايمج عندي البرايس. وبعدين الكاتيجوري. تمام، ديت البرايفت اتريبيوتس اللي عندي، لو جيت عليها كلها ممكن اعمل بيها كلها كده اهو. واضاف له واحده بس منهم. طب تمام، بالظبط، هي دي الحته اللي عايز اتكلم فيها، هي دي الحته اللي دخلت في البرودكتس في السيشن ده علشانها. بالظبط،
وادي جيتر وستر، وادي عند الاي دي هقول له ضيف لي الجيتر بس. تمام، سيبك من الكومنتات مش لازم امسحها دلوقتي، بس زي ما انا عندي في الكاتيجوري في عندي كونستراكتور ببصيله الاي دي بتاع الكاتيجوري نهايات، فانا هعمل برضه كونستراكتور هناك عند البرودكت وبصيله الاي دي بتاع البرودكت. تمام، public function اسمها construct، هبصيله هنا هوت ال اي دي، وهاجي اقول له global، مش من هنا، global للكل. فاكرين بقى ايام الفرونت لما كان كل شويه يطلع ايرور؟ بقول لكم هي ديت حياه المبرمج. بص بقى حلوه في الحته ديت قوي. انا كعمر انا متعود على الباك اند اكتر، فبالنسبه لي الدنيا سالكه، عشان بالنسبه لي انا لو جبنا سين من الناس ده هو شغال فول ستاك برضه بس بيركز على الفرونت، كان هيحصل معاه العكس. هتلاقي في الفرونت الدنيا سالكه، وتلاقي في الباك مع كل ثلاث سطور ايرور، انت قلت ثلاث دقايق، لا كل ثلاث سطور ايرور. ماشي، ففعليا اللي بيحصل ان انت مع الوقت في البدايه هيكون بيطلع لك ايرور كل، ولنفترض كل دقيقه، واحده واحده كل دقيقتين، واحده واحده كل 5 دقائق، واحده واحده كل نص ساعه. تمام، واحده واحده انت بتعمل حاجه جديده، يعني الاكواد ده المفروض ان هي بالنسبه لي انا كتبتها قبل كده كذا مره وسهله ولذيذه وما فيهاش مشكله مش عارف الحاجات دي كلها. تمام، طب دلوقتي لما بكتب كود جديد بالنسبه لي، كود ناس متعمق في حاجه صعبه او في داتا ستراكشر ولا في حاجه في النرجل ولا مش عارف ايه، لا احنا بنعطل نفس اللي كان بيحصل في الفرونت، نفس الايرورز اللي بتحصل معانا كلنا بتحصل معايا لحد دلوقتي. طب فلان دوت الخبره 10 سنين نفس الكلام، خبره 20 سنه نفس الكلام، خبره 50 سنه، وفي اصلا حد خبره 50 سنه؟ اه يا جماعه في المجال من زمان قوي، في ناس خبره فعلا بال 50 سنه. طيب ادي جلوبال للكوند اهوت، واجي اقول له ان الاس تي ام تي بتاعتي بتساوي كون بريبير. طيب دلوقتي انا عايز اقول له سيلكت مؤقتا، هقول له نجمه فروم برودكتس وير، ان الاي دي بيساوي علامه استفهام علشان ديت بليس هولدر علشان احمي نفسي من السيكوال انجكشن، واجي اقول له اس تي ام تي اكسكيوت، هوصيله اري في عنصر واحد بس اللي هو الاي دي اللي جاي لي كبارامتر فوق دهوت. تمام، وهاجي اقول له دلوقتي فار دمب مؤقتا للبرودكت ده، هو لسه ما فيش برودكت اصلا ما عملتش فيتش اس تي ام تي البرودكت بيساوي اس تي ام تي فيتش، واقول له فار دمب للبرودكت. محتاج طبعا ان انا استدعيها، ممكن اجي هنا اهوت في الاندكس، سيبك من السطر ده اهوت مؤقتا، بس ان انا عايز استدعيها اشوفها فكت من اي حاجه ثانيه، فهقول له ان انا عندي برودكت بيساوي نيو برودكت، وهبصي له اي دي مثلا واحد دلوقتي، ولو ان لسه ما فيش في الداتا بيس فانا عايز اضيف برودكت جديد الاول. انسرت يا باشا النيم مثلا ايفون، الايمج مفيش ايمج، البرايس ب 15 جنيه يا دوبك، الديسكريبشن بلا 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 بلا، والكاونتري اي دي لا هسيبها نل عادي، بس الكاتيجوري اي دي هقول له ان ده الكترونكس. يلا يا باشا جو. تمام، هو اشتغل هو دلوقتي بالشكل ده، ادي النيم ان هو ايفون، الايمج سيب اي حاجه مكتوبه، البرايس 15، الديسكريبشن كلمه وخلاص، الكاونتري اي دي نل، المفروض طبعا يكون في كاونتري عندي بس سيبها نال دلوقتي، والكاتيجوري اي دي واحد. هو انا لو حطيت الماوس هنا هيجيب لي كلمه الكترونكس، ماشي، ولو انا ضغطت عليها هيدخلني على الكترونكس. تمام، بس فعليا لما اجي افتح الصفحه هنا هلاقي نفس الشكل ده. استنى احطها في ايه؟ في فاردم، في ايه؟ في بري. ادي اهوت عندي اري من 14 عنصر لان هم 7 كل واحد مكتوب مرتين،
ادي الاي دي واحد، النيم ايفون، الايمج بكذا، البرايس مكتوب 15 تمام، الديسكريبشن نفس الكلمه اللي كاتبينها، الكاونتري اي دي نال، والكاتيجوري اي دي واحد. طيب انا عايز ان انا اكتب اسم الكاتيجوري. هو اسم الكاتيجوري ده هو موجود في نفس الجدول ولا في جدول تاني؟ عشان اجيب جدول تاني فساعتها هعمل ايه؟ اجيب داتا من جدول تاني. هعمل ريليشن، هو اوريدي انا عامل ريليشن شيب ما بينهم. فكره الفريم دي اهي بالظبط كده، هي دي الريليشن او الريليشن شيب قصدي. عايز ان انا استعمل الريليشن شيب دهيت، فبقول له انر جوين. طيب علشان الموضوع هيطول مني شويه، هيبقى سطر طويل قوي، فانا ممكن اخليه متقسم على كذا سطر، صح؟ اه صح، عادي جدا. طيب هي النجمه دهيت موجوده في انهي جدول؟ انت عايز كل الكولومز اللي موجوده في انهي جدول؟ في البرودكتس، يبقى برودكتس دوت كل حاجه. طيب تاني حاجه انا عايز من انهي جدول؟ فكروني كده. الكاتيجوريز، كاتيجوريز دوت انا عايز النيم. بس دلوقتي في مشكله في موضوع النيم دهوت، فاكرينها؟ عندي اتنين نيم، عندي في جدول برودكتس في كولوم اسمه نيم، وعندي في جدول كاتيجوريز في كولوم اسمه نيم. از كاتيجوري، از كاتيجوري. يبقى انت لما هتيجي تعرضها دلوقتي هتعرض دي عدد الكولومز اللي عندك بدل منهم، هم سبعه هيبقوا ثمانيه، اللي هم الاي دي والنيم والبلا بلا بلا الحاجات دي كلها، واخر واحد عندي فيه واحد اسمه كاتيجوري. فعليا انا في الداتا بيس كلها ما عنديش ولا كولوم اسمه كاتيجوري. انا عارف انا اللي عملته بنفسي على طريق الاز دهيت او الاليس دهيت، تمام؟ طيب دلوقتي انا خلاص عرفت اختار ايه فروم الحاجات دهيت، فروم برودكتس وير، بس وير دهيت لازم تكون بعد اللي انا هكتبه هنا، اللي هو ايه بقى؟ عشان اجيب الحاجه من جدول تاني، اجيب الحاجه من جدول تاني بقول له انر جوين لاني جدول كاتيجوريز. لا جدول كاتيجوريز، انا بعمل انر جوين لجدول كاتيجوريز، انا اوريدي موجود عندي برودكتس هنا، تمام؟ وبعدين باجي اقول له اوت، اون ايه بقى؟ برودكتس، تمام؟ برودكتس دوت انا عايز حاجه بتساوي حاجه، ايه الجدول اللي في ايه الكولومز اللي في البرودكتس اللي بيشاور على حاجه موجوده في الكاتيجوريز؟ كاتيجوري اي دي بيساوي ايه بقى؟ كاتيجوريز دوت ايه؟ لا هو كاتيجوري اي دي ده هو بيشاور على انهي كولوم؟ لا بيساور على انهي كولوم عند الكاتيجوريز؟ الاي دي، الاي دي، تمام؟ بس كده. وير ان الاي دي، الاي دي اللي هو بتاع البرودكتس، لو انا عايز اتاكد ممكن اقول له برودكتس دوت اي دي. في الحاله دهيت انا ممكن اكتبها وممكن ما اكتبهاش، اكتبها ما تخسرش يعني، تمام؟ وتعالى نعمل ريفرش دلوقتي. بيس تيبل انيبل كوميرس برودكتس، واسمه ايه التيبل؟ برودكتس، طب ما مكتوب صح اهو، كوميرس دوت برودكتس في السطر 19، في السطر 19 اللي هو ده. ايه ده؟ هو انا ليه حاسس ان في حاجه غلط فعلا؟ فين؟ انا كاتب دوت اس، اه ما هو الجدول لا بيست تيبل اور فيو نوت فاوند ان نون تيبل كوميرس دوت برودكتس. بص انا جبت الاسم من هنا حطيته هنا، select products.asterisk comma categories.name as category from products inner join كذا on ده هو بيساوي ده. طيب تعالى ناخد الكود ده كده كله
كوبي ونقول له في السيكوال هنا where الـ ID بيساوي 1 وتعالى نقول له جو في أنهي سطر بقى؟ تاني مفيش تغيير بيحصل ونقول اكسبت كده. لا ملهاش علاقة. لا ده بختار، انا عايز اسلكت حاجة من الداتابيز. لا ده الموضوع ده هو ان انا عملته عن طريق الاز وعملت انرجي، مش ان انا بعدل حاجه في الداتا، في الداتا نفسها، الداتا اللي عندي اللي هي بعدل في شكل الكولوم بس. هل مثلا ال 15 دهيت او الدال دهيت او الواحد دهيت عدلتها؟ الواحد دهيت فضلت واحد زي ما هي، فبعمل سيلكت يعني انا اهوت قلت له سيلكت. أنا لو جيت هنا وقلت له نيم مثلا، حتى ولو دلوقتي بعمل اكسكيوت لده بس، فهو هنا بيقول لي إن المشكلة أصلا في السطر في البرودكت في سطر 19 اللي هو ده حتة الاكسكيوت، تمام؟ ففين المشكلة في الكويري دي كلها على بعضها؟ فين؟ معرفش. فأنا ممكن آخد دهيت هنا أهوت وأجي أكتبها هنا وير الـ ID بيساوي 1، مفيش عندك أي مشكلة هنا كده. products.name unknown column products.name. هو زعلان على الـ products، ماشي. طب أنا لو جيت أعمل كده اشتغل، ماشي. يبقى المشكلة في الـ inner join اللي اتعملت، هو لو ده فعلا المشكلة ممكن اقعد اعيط لكم دلوقتي. لا الحمد لله مش هي. لا بس تمام صح كده خلاص، هو فعلا حرف زيادة. حلو، مشكلة جديدة، مشكلة جديدة. قال لي integrity constraint violation column ID and where clause is ambiguous. هي ديت الحتة اللي أنا كنت بقول لكم عليها، إن أنا نوت لازم أقول له products dot ID. اشتغلت أهي، تمام. هنا هو طبعا إيه، هقول له نجمة ده ده ده، فهيجيب لي هنا هو النيم ايفون، الايمج بكذا، البرايس كذا، الديسكريبشن كذا، الكاونتري اي دي نال سيبك منها. ايه ده؟ هي الكاتيجري اي دي لسه موجوده عادي، بس دلوقتي اصبح عندي ان انا اشوف الكاتيجري ذات نفسها كلمه الكترونكس، صح؟ ده علشان الانرجي، هي الغلطه اللي كانت موجوده لما كتبت فروم برودكتس انر 3 ام. دي يعني جيت انا اهوت كتبتها كده، هي المفروض انر اي ان ان اي ار، انا كتبتها بدل 2 ان كتبتها 3 ان، تمام. طيب عرفتها ازاي برضو؟ لما جيت هنا بص تعال نقرب هنا، لما جيت كتبتها كده المفروض ان الكلمات بتاعت الماي سيكوال بالبنفسجي، بس خدت بالي ان دهيت سمرة، فاكيد في غلطه هنا، تمام. هي ديت اللي خلتني اخد بالي من الحرف الزياده ده، تمام. هو ما قاليش بنفسه بس قال لي بطريقه غير مباشره، تمام. طيب ده كده تمام، انا معايا البرودكت ده، ابدا اعمل زي ما عملت في الكاتيجوري، في كلاس الكاتيجوري ده هو عملت الثلاث سطور دولت، هعمل نفس السطور ده هي الثاني هناك عند البرودكت، تمام. تعالى نيجي هنا اقول له this
سيس اي دي بيساوي الاي دي نفسه، هو كده كده معايا. وبعدين هقول له سيس نيم بيساوي البرودكت نيم والديسكريبشن، ديسكريبشن بالبرودكت ديسكريبشن، والايمج بالايمج، والبرايس بالبرايس، والكاتيجوري بالكاتيجوري. ادي البرايس، ادي البرايس، ادي الكاتيجوري، ادي الكاتيجوري. بس خد بالك من حاجه، انا هنا ما قلتلهوش كاتيجوري اي دي، انا قلت له الكاتيجوري نفسها اللي انا كتبتها بنفسي فوق عند في الاس، اس كاتيجوري كتبتها بنفسي كده اهو، وعرفت استعملها لاني قلت له انر جوين كذا كذا اون كذا. تمام، خد بالك من غلطه ممكن نقع فيها، ان انا احط الانر جوين ديت بعد الوير، او الوير قبل لا، هنا قلت الترتيب مهم، الوير تكون اخر حاجه. تمام، طيب كده تمام. طبعا لما اجي اعرض التيبل، طبعا التيبل نيم 60 نيله علشان في مشاكل كتيره حاصله هنا اهوت. هاجي في الاندكس بتاع البرودكتس، فين البرودكتس اهيت، فين الاندكس اهوت. طيب هاجي هنا اهوت اقول له برودكتس، انا هنا اهوت ما جبتش البرودكت الواحد صح؟ هنا اهوت قصدي جبت البرودكت الواحد، انا عايز ان انا اجيب البرودكتس كلهم. هعمل all، هروح اعمل الفانكشن الاول دهيت اد ميثود جلوبال كون ال اس تي ام دي بتساوي كون بريبير، هعمل نفس الكويري اللي فاتت دهيت. في كلاس البرودكت، هو حتى هنا انت لو بصيت هتلاقي ان انا شغال في ملف البرودكت دوت بي اتش بي. تمام، تمام. تعالى نحط نفس الكويري دهيت هنا، سيلكت نجما، سيلكت برودكتس دوت نجما، كاتيجوريز دوت نيم از كاتيجوري، فروم برودكتس انر جوين كاتيجوريز، اول برودكتس دوت كاتيجوري اي دي بيساوي كاتيجوريز اي دي. بس لا انا مش عايز الوير دهيت، بس كده خلاص. واجي هنا اهوت اقول له اس تي ام تي اكسكيوت، وابص لها الري فيها كام عنصر دلوقتي؟ لا ما فيهاش ولا عنصر، جبت 8 منين؟ جبت، خلي بالك انت مش ريتيرن اس تي ام تي فيتش اول بالشكل ده اهوت، وهاجي فاضل سيمي كولوم، لا لا هاجي هنا اهوت عند كل كلمه برودكتس او برودكت كاتيجوريز قصدي اخليها برودكتس، برودكتس اد نيو برودكت، وادي الكلاس تيبل نيم ديسكريبشن، سيبك من ديسكريبشن خليها كاتيجوري، فور اتش برودكتس از برودكت اي بلس، وبعدين هاجي اقول له هنا اهوت البرودكت دوت بي تي بي شو اي دي بيساوي كذا كذا كذا، واجي هنا اهوت اقول له برودكت، وايكو البرودكت زاد ذات نفسه برودكت النيم بتاعه، وهنا هو حط له الكاتيجوري. طبعا المفروض لسه في حبه حاجات دهيت هنا، ولسه ان انا المفروض اكتب البرايس والحاجات دهيت، بس خليها دلوقتي كده علشان عايز اشوف موضوع الكاتيجوري. في هنا هو ايرور في السطر 34 ايه؟ ايكو برودكت، تمام كده، وجاب لي ان الكاتيجوري عندي الكترونكس. تمام كده، لو انا جيت عايز اعمل اد، انا عايز ادخل بس على صفحه الاد، نعمل اد للنيو برودكت عشان اختار الكاتيجوري بتاعته وبح. تمام، طيب اد نيو برودكت، طبعا ده هيوديني على اد نيو كاتيجوري، او لا هو وداني على البرودكت دوت بي اتش بي بس على صفحه وصفحه الكرييت بتاعتها، بس هي لسه ما اتعدلتش. فاجي اهوت اقول له اد نيو برودكت، ادي برودكتس اهوت، النيم اهوت، وادي الديسكريبشن، لا انا مش عايز الديسكريبشن ده في حاجه، بس انا محتاج حاجه ثانيه. تعالى نيجي كده، ادي كنترول دي،
ادي الليبل للكاتيجوري. دلوقتي انا عايز احنا بادئين متاخر اصلا بس انا لسه ما جبتش اربعه لسه ما قفلناش ثلاث ساعات يا عم احنا مش اربعه لخمسه اكمل دلوقتي انا عايز اختار الكاتيجوري بس في نقطه انا مش هكتب له اسم الكاتيجوري انا عايز الاي دي بتاعها بس تمام لان انا لما باجي ادخلها في الداتا بيز واكتب في كاتيجوري اي دي هكتب الاسم ولا هكتب الاي دي؟ هكتب الاي دي فانا عايز مجموعه الاي ديز بتاعه الكاتيجوريز اللي متاحه اصلا معايا هي اللي تظهر. طب هو انا اصلا عارف الكاتيجوريز ايه؟ يعني هل دلوقتي في عندي فاريبل اسمه كاتيجوريز مثلا؟ في هنا فاريبل كاتيجوريز فتعالى نعمل الفاريبل دوت هنا اقول له ان كاتيجوريز بيساوي كاتيجوري اول واجي هنا انا عايز اعرضهم تمام هعرضهم ازاي في سيلكت فاكرين لما كنا بنعمل سيلكت وبقول لك اختار السيتي وكان بيبقى فيه مجموعه سيتيز محدده عندك اسكندريه دمنهور القاهره مش عارف ايه محدده وكان بيبقى ليها اي دي وليها الفاليو اللي محطوط في الاوبشن هو ده اللي احنا هنعمله هنا ونستعمله دلوقتي تمام تعالى نعمل سيلكت النيم بتاعها كاتيجوري والاي دي كاتيجوري وتعالى نحط ان هو شويه اوبشنز كام اوبشن بقى على اساس الكاتيجوريز يبقى انا بعمل دلوقتي فور ايتش يبقى فور ايتش كاتيجوريز از كاتيجوري كاتيجوريز از كاتيجوري واحط النقطتين فوق بعض وتعالى ايه اللي انا عملته ده طب تمام اقول له اند فور ايتش وهاجي عند كل كاتيجوري واعمل لها اوبشن الاوبشن دوت المفروض له فاليو وله حاجه تتكتب الفاليو هيبقى الاي دي بتاع الكاتيجوري فهاجي اقول له كاتيجوري اي دي بي اتش بي يبقى ايكو وفي دبل كوتيشن هنا اهوت لسه ما عملتوش وهنا اهوت هقول له ايكو الكاتيجوري نيم يبقى كاتيجوري نيم بالشكل ده اديها كلاس كاتيجوري ايكو واديها كلاس فورم كنترول دلوقتي الاسم بتاع البرودكت الجديد انا اللي هكتبه بنفسي تمام بس لما اجي عند الكاتيجوري اصبح في عندي مجموعه من الكاتيجوريز اهي اللي موجوده عندي في الداتابيز تمام لما هاجي اعمل لها انسرت ده المره الجايه ان شاء الله لما هاجي اعمل انسرت هقول له انسرت انتو برودكتس ايه الكولومز اللي انا عايزها؟ كذا وكذا وكذا وكاتيجوري اي دي مش كاتيجوري لا كاتيجوري هو الكولوم اللي موجود في جدول البرودكتس اسمه ايه؟ كاتيجوري اي دي يبقى انا هقول له كاتيجوري اي دي وقصادها هكتب الداتا اللي جايه لي من الانبوت ده تمام؟ تمام؟ المره الجايه امتى؟ يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله؟ أشوفكم على خير يوم الجمعة الجاية إن شاء الله